طعميني بقى شويه مرتاح، مش عارف انام. طب اروح انام فين؟ الشقه كلها قد الحصاله، ده حتى كمان الحصاله بيبقى فيها فلوس، لكن الحصاله اللي انا ساكن فيها دي فيها جثث. بزمة دي طريقة نوم زوجة قدام زوجها؟ وإيه اللبسه ده؟ لا عارف أكلمها ولا لغيها ولا ظروفها بقين حلوين. كل ما أبدأ الكلام ألاقيها هربت مني وراحت تاكل كسكسي مع الملايكة. نفسي أعرف سموها مرتاحة ليه؟ صحيح ما هي الأسامي ببلاش، كان مفروض يسموها شقيانة تعبانة، اسم يتناسب مع حقيقة الوضع. بس بنت حلال والله، شايلاني وشايله العيال وشايل امي كمان، وربنا هيفرجها علينا. ربنا ياخدك. ايه ده؟ جو؟ شيل ايدك، شيل ايدك يا واطي يا جبان يا قليل الادب يا اللي ما تربتش. جو؟ بقول لك شيل ايدك، عارف لو ما شلتش ايدك هفضحك وعجل راسك في الحاره كلها وهلم عليك المنطقه. انت يا وليه؟ يا وليه يا وليه مالك فيها يا مرتاح؟ ايش كان حته حلم يا حاحة؟ حلم؟ حلم جميل قوي. واضح واضح انه حلم جميل، ده حلم سافل وقليل الادب، وطبعا حلم مليان شتيمه، وطالما مليان شتيمه يبقى اكيد اللي انا كنت معاكي في الحلم وهريان شتيمه، صح ولا غلط؟ يعني لما يبقى حلمي سافل وقليل الادب هيبقى انت اللي معايا في الحلم مش انت طبعا. امال مين اللي معاكي في الحلم؟ مهند. مهند مين يا روح امك؟ بتاع العشق الممنوع. مهند بتاع العشق الممنوع؟ ماله ده؟ طب اقول لك حاجه، تعالي وحياه امك معاكي، وحياه امك خلي مهند بقى ينفعك ويوكلك ويشربك ويكتب عليكي بعد ما طلعك. اخس عليك، اخس عليك يا حاحة، انت مش شايفني كنت عمالة اشتمه واجي عليه واقاوم؟ طلاقك قرب، طلاقك قرب. لا والنبي لا، مش هتتكرر، مش هتتكرر. بابا بابا. حبيبي مالك، في ايه؟ صوتك عالي ليه؟ يا بابا في ايه؟ تعال شوف امك كانت بتحلم بمين؟ بمهند. مهند؟ ماما دي نسمة يا بابا، دي حصل والله. دي زعابيب امشير، دي زبالة الزبالة. لا ايه دي؟ ايه العرسة دي؟ يا واد يا حاحة قلقتني من نومي بصوتك العالي. ايه ياما في ايه؟ انت كنت بتحلمي انت كمان؟ مش عرفك كنت بتحلمي بمين؟ الواد الذهبي مهند. مهند؟ طب وعهد الله انا يا مهند في البيت ده. يا جبرجو يا حاحة اقسى عليه، طب ده حلم. حلم حلم ماليش دعوه، ما تحلميش غير احلام محترمه بجوزك وبس. قوم قوم بوز على راسها وسماحه، خلاص يا ما عدتش تحلم بيه، هتسيبهولي احلم بيه انا، انا لوحدي عشان انا ما عنديش جوز. بابا لازم تسمع مني، انت لازم تصالح ماما. هصالحها بس بطريقتي. ازاي؟ هجيب لها خاتم ذهب صيني بسبعه جنيه وربع. فكرة هايلة. صحة. انت بتنزل على كلب. حياة قلبي صباح الفل. هو انت مش ناوي تبطل تمشي ورايا في الرايحة وجاية ولا ايه؟ ايه ده؟ شعر ده ولا حلاوة شعر؟ اوبا دي مربى، دي مربى. يبقى دي القشطة. نحط القشطة على المربى يبقى سكالانس. هتعمل ايه؟ هحلي. من الأدب. أي الحلو جيب زيادة. يا حبيبتي انا قصد خير، افهمي بقى افهمي. خير؟ وانه خير ده ان شاء الله اللي هيجي من النبدوي الجزار بيع لحمه الكلاب. بص يا ابن الناس، كلمتين هقولهم لك وملهمش تالت، لو فضلت تمشي ورايا كده في الرايحه والجايه هقلع البالارينا اللي في رجلي دي وانزل بيها على دماغك. ايه البالارينا دي؟ البالارينا دي شبشب قديم، عارفه؟ طب وليه تلبسي شبشب قديم يا حبيبه قلب؟ اجيب لك انا واحد جديد. مش موضوعنا، مش موضوعنا يا عدوي. يا بتاع لحمة الهو هو. يا لهوي على هو هو، يا لهوي في هو هو كده. عدوي حبيبة قلب، عدوي وام عدوي وابو عدوي. وحاجة كمان تحطها حلقة في ودانك. أيوة. مصباح يا حبيبي لما تفكر تحب هتحب راجل أمور. أمور معايا مطوة.
بلبل ولا بلبل. يا استاذ سماح حبيب قلبي صباح الجمال. صباح القشطه. والنبي وديني بالتوك توك الجميل بتاعك ده، الجامعه عندي محاضره الله يخليك. بالتوك توك بتاعي؟ اه. طب بقول لك ايه؟ نص دقيقه اروح اجيب لك عربيه نص نقل من الوقف واجيبك. يلا يلا. ويا بلبل بلبل، والله انا اخدانك يا بلبل بلبل. ابا انا عايز فلوس اجيب موبايل طاش. ليه يا اخويا؟ الموبايل بتاعك ماله؟ قال ما هو كويس وصوته عالي. لا يابا يرضيك، يرضيك ابن المعلم بدو على سن ورمح يمشي من غير طاش. ما تقلبش دماغي بقى، انا عايز اتكيف واشرب الشاي عشان اتفرج على الماتش. ماتش يبقى نقضيها لاتش. صباح الخير. ما لسه بدري يا ست هادي. معلش والله يا عم زين غصب عني، اصل انا كنت سهرانه طول الليل ونمت متاخر. ابويا وامي كانوا ماسكين في خناق بعض. اتخانقوا ليه؟ بسبب مهند يا سيدي. تخيل. مهند؟ مين مهند ده؟ مين مهند ده؟ لا ده بتاع الفيل اللي على اول الشارع، عارفه اللي بيجي يصح المنطقه كلها. الحمد لله يا رب. لو سمحت الموبايل ده ما بيعملش ميس دي كول. بيدي رنات؟ اه. وبيسخن منك؟ اه. اديله اسبرينا. صباح الفل يا عم نعيم، صبح صبح. اهلا اهلا يا بدوي يا ابن عدوي. عدوي ابن بدوي، ما تلخبطنيش عشان انا حافظ اسمي بالعافيه اساسا، تمام؟ اؤمر. عاوز ايه؟ ايه اللي عايز ايه؟ مش ده صالون حلاقه؟ هكون جاي لك تركب لي ايشاني. عايز احلى يا عم نعيم، عايز احلى. عايزك تخليني كده ايه؟ امور امور يا عم نعيم امور. يا ابني يا ابني يا ابني انا حلاق مش دكتور تجميل. ماليش فيه بقى انا الكلام ده. عايزك بقى ايه؟ تظبط لي الحته دي، تحنتف لي الحته دي، تسفلت لي الحته دي، ظبط كده يا عم نعيم. طب لما انا اظبطك هتظبطني؟ هظبطك يا عم نعيم. الاجره مقدمه انا اهو. عايز تشاشور؟ صح يا عم نعيم تصدق صح؟ خد خد يا عم نعيم. لحمة يا دنيا لحمة، لحمة وتاهو الحبايب. أنا دي ليه؟ أفندي هات لي شاي وحجر معسل. عندي تعليمات ما نزلكش أي حاجة يا حاح. تعليمات من مين؟ من المعلم. يعني إيه مش فاهم؟ لما تدفع القديم اللي عليك الأول. قديم ها؟ أه. بتقول إيه يا شبابو؟ شفتك في الحلم امبارح. قال ايه؟ خير اللهم جعله خير. رحنا العتبه واشتريت لي جلابيتين حمر. عملت ايه؟ اه جاي ملست على شعري. بتصوصوي ليه يا حماتش؟ خير؟ طب الباب بيخبط يا شباب عن اذنك. ايه حبيات؟ بحب. هو الحب عيب؟ لا اللي بتعمليه ده مش حب، دي قله ادب يا حماتي. ده حب شفوي. شفوي؟ ليه؟ تكونيش عايزه تشحريني؟ تحرير ايه ودق ايه؟ طب انت بتتجسسي عليا؟ اتجسس عليكي؟ لا حبيبتش، انت اللي مفضوحه لوحدك. انت قله ادبك يا حماتي. معلش ما تزعليش مني، جابتني من بره. الالفاظ اللي كنتي بتقوليها هي اللي شدتني. وايه يعني لما احب؟ شايفاني ايه؟ الروماتيزم كان ركبي، وشي كرمش، سناني وقعت. لا بالنسبه لسنانك حماتشي هي وقعت، والاسنان اللبنيه الجديده قربت تطلع لك، والكرمشه محتاجه مكواجي رجلي يفرجها لك. اه الكلام ده كله عليا انا؟ اه. طب انا هخلي ابني يطلعي. لا شلاق. لا خلاص، ده انت بصي فيش احلى من كاجه، ده انت ستش البنات. بس يا حماتشي اللي انت بتعمليه ده كله، حاحا لازم يبقى عنده علم بكل اللي بتعمليه، حرام عليكي هتفضحينا. اها ها بطلي اباحه. حاحا الناحه كوالناحه. الواد ما يصوتش يا معلم حاحا، ده كان بينفذ التعليمات. تعليمات؟ تعليمات على مين يا معلم هانو؟ مش عليك انت يا معلم حاحا، مش عليك انت. اصل في ناس ولا مؤاخذه يعني ما عندهمش ريحه الدم، بقالهم ثلاث شهور بيشربوا طلبات من عندي ولا يدفعوش. يجوا يقعدوا ويحطوا رجل على رجل ويشربوا وتنهم ماشيين ولا كأنهم مديونين. ايه ولا كأنهم ايه؟ مديونين. طب يدفعوا اللي عليهم الاول وبعدين يقعدوا يتمطعوا ويحطوا رجل على رجل زي ما هم عايزين.
عداك العيبة يا معلم حاحة، عداك العيبة. هات بقى أخويا الحسين. هي دي بقى العيبة يا معلم، أنت فهمتني غلط. معاك الريموت بتاع الواد ده؟ إيه؟ إيه رأيك؟ بقيت أمور صح؟ اخلص. عايز موبايل طشت. طشت؟ الله يرحمه. عندك صاحب المحل هناك، هروح أسأله. إيش عاشر؟ أسأله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز موبايل طشت كده يكون في حدود 300 جنيه. موجود. ماشي. خد بقى الحتة دي تعمل معاك كام؟ كندوز دي؟ كندوز. يعني تعمل لها 50 جنيه. حلو قوي الكلام ده. يبقى انت ليك عندي 250 جنيه، كل يوم هسرق لك حته قدها، على خمس ايام نبقى حبايب. ماشي، ماشي يا ابن بدوي. ابع الموبايل. اتفضل يا سيدي. طشت ده؟ طشت. طشت، ده الجيل اللي بعد الطشت. المطور. الجيل الجديد. اه. جبت الطشت عشان اكلمك منه يا جزيل. اهو ودي حته بقى كندوز كده. عجب عجب. تستاهل بقك. خد لحمتك ووريني رشاقه خطوتك. واسمع بقى يا عدوي، لازم تعرف كويس ان انا مصباحه بنت حاحة. ايه حاحة ده؟ رئيس الوزراء ده صايع. صايع؟ ها ما تغيرش الموضوع. عموما لو ليك شوق في حاجه، عنوان بيتنا زي زمان. بس انت نسيت العنوان. عدوي حبيبه قلب عدوي وام عدوي وابو عدوي، وادي جمال خطوتي ورشاقه خطوتي. ايه انت اللي جاي ده؟ يوم المنى. وهنقول للواد حاحة ايه؟ حاحة اقصد حاحة مش ممكن يعترض ان امه تتستر وتعيش باقي حياتها بهنا وسرور. طيب انا اوصل لحد الفرن واكلمك، ولا اقولك بقولك ايه؟ الواد حاحة ده تقولي له ان انا جاي لكم النهارده. اه يا قلبي يا اخضراني. مرتاحه مرتاحه. ايوه يا خالتي. مرتاحه خالتي. اسكتي، ده انا اللي حابه مرتاحه، قلبي بيدق يدق يدق. مكسوفه 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 منه. برره مش قادره مش قادره اقول له. برره مكسوفه. معقوله الكلام اللي انت بتقوليه ده يا اما؟ وماله كلام يا رحمك؟ ها ده حلالي بلالي. طب وشكلي قدام الحاره يا اما؟ ماله شكلك ايه؟ شايفني خلاص؟ عربية البوكس دي جت خدتني ولفني في ملاية وطلع من قضية أداب. بوكس ايه ياما بس؟ وملاية أداب والكلام اللي انت بتقوليه ده ايه بس؟ انت فاهمة اللي انت بتقوليه ده ايه؟ ايوة فاهمة. انت شايفني ايه؟ انا ما بخرفش. لا انت كده بقى بتخرف ياما. طب الشبشب يا ابني، انت مش عارفة اجيب الشبشب؟ اه وانا ظهري بالشبشب هرجعك لأيام زمان يا كلب. انت ما تردش علي، ده بيقولوا رضا الاب والام اهم من رضا الوالدين. ياما ما انا عارف الكلام ده، بس ابويا ياما نسيتيه. بصي لصورته كده، بصي الانتريه ده من عظمه، يعني انت قاعده على القفص الصدري بتاعه. معقوله ياما نسيتي قصه الحب اللي بينكو؟ بلا وكسه، خلي الطبق مستور. انا لو كنت اعتمدت على ابوه ما كنتش خلفتك. ما كفايه ياما الكلام اللي انت عماله تقوليه ده بقى. انت ولد عاق عاق عاق. ايه ايه يا جماعه في ايه؟ سكو جايب اخر الشارع في ايه؟ اسالي ستك يا حبيبتي. في ايه يا ست؟ عايز اتجوز وابوك الصايع ده مش راضي، عايز يدفني بالحياه. معقوله يا اما تتجوزي وانت في السن ده؟ ماله سني ايه؟ ده انا اصغر منك. امي واصغر مني؟ اه ماشي انا موافق. بما انك انت بقى اصغر مني يبقى انا الكبير وكلمتي لازم تمشي. بقولك ايه يا بت يا ساحة؟ مفيش جواز. بت وساحة حاف كده من غير ياما؟ مش انت اللي بتقولي انك انت اصغر مني؟ ده انا هعلمك الاول. امسكيني قلع الشبشب وطلقعه عليك. استني ياما ما تعملش نفسك. هاتي خد اضرب نفسك. هاتي اهو.
صحيح، رضا الأب والأم أهم من رضا الوالدين. طيب هي العلبة دي حماتي؟ دي بتاعت الروماتيزم. روماتيزم؟ طيب العلبة دي؟ لا دي بتاعت الضغط. ضغط؟ طب العلبة دي؟ بس توباش بتاع السكر يا هبلة. طب هي لونها ايه طيب العلبة؟ أصفر فخضر. أصفر فخضر ده تاكسي الغربية. دي حماتي؟ لا ده كريم الاساس بتاع المكياج. مكياج؟ طيب ده؟ لا دي بتاعت منع الحمل. يا حمتي بتلعبي بجينك يا حماتي؟ طيب هي العلبة مكتوب عليها الايه؟ مكتوب عليها دول الكساح. والمرة اشوف حد يديني ورده من القصريه يا قصريه حبي انا ملوكتي. منه لله الدكتور طلب مني تحليل. صاحي ونايم. ايه صاحي ونايم ده يا عم انت؟ حاجه كده في اول اليوم وحاجه في اخر اليوم. اسمه صايم وفاطر يا ابني. وانا اعرف الحاجات دي. هتعملي ايه بالجدع ده يا انت؟ ما تقلقش هشحنه. اشينا حاجه يا بنتي، اشينا حاجه. كوبايه ميه بسكر، سكر زياده. لو قابله صحه عندها برشام الضغط هاتيلي برشامه واحده. بقول لك عايز معلقه سكر، عسل ابيض، وحته جبنه قريش. بص لو في حد هنا ايده خفيفه. ايده خفيفه ليه؟ عايزه يسرقك؟ لا يضرب لي الحقنه دي. يضرب لك الحقنه؟ بقول لك ايه يا حاج مملوك، انت تروح تريح كده في المستشفى يومين يعملوا لك شوكو هاب، وبعدين تطلع تتجوز زي ما انت عايز. ما بس يا ولا منور يا عم مملوك. شرفتنا يا جدو. ولا هيرد عليكم، ده في بلكون تاني. جرى ايه يا ستي؟ انت جايبه لنا عريس منتهي الصلاحيه ولا ايه؟ اخرس انت، الحاجات دي ما تعرفش معناها. صوره اغمى عليه ما استحملش انوثتي وحبه ليا. خلونا في المهم. خلونا في المهم. اسمع حاحة، انا عاوز كتب الكتاب والتخرة. ايوه في ليلة واحدة. فكرة هايلة. ايوه عايزك تورق. بقول لك ايه، عايزك تغني لنا حاجة يا عروس. مكسوفة مكسوفة. لا مش عايزك تقوليها، عايزك تغنيها. غنيها عشان خاطي. مكسوفة مكسوفة أنا؟ طب أغني إيه؟ حاضر بالعداد يا يلا. يا عيني ليلة 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 وبطلوا واسمعوا ده يا ما لسه نشوف يا ما بطلوا شوف يا مال الغياب يا وقع سوق كالغياب يا وقع سوق جوزوا يا مال بطلوا اسمعوا يا حبيبنا. اوعى يكون عاقل عجوز.
عريس ستك مات، عريس ستك مات، راحت عليك يا تيتا. للدرجة دي حزين على جوز امك؟ ما تخلص بقى، خلص واتكلم في موضوع تاني. انا فعلا كنت عاوزك في موضوع تاني. موضوع ايه؟ انت عارف ان انا متجوز ثلاثة ومش طايقهم. طب وانا مال؟ لا ده انت مالك ومالك ونص. مش فاهم. انا عايز يعني عايز طالب القرب منك. اه يا جزمة يا حلاق الحنير، عايز تتجوز بنتي؟ دي من دور عيالة. لا ده انت مخك راح لبعيد قوي. انا يسعدني ويشرفني انا اتقدم بكل شرف وبكل فخر الى السيدة الارملة الطروب التي توفى زوجها التي عاشت انسة، ولما اتجوزها ستظل انسة ست امك ساعة. امي عاشت انسة؟ يعني انا ابن حرام؟ يعني انا لوني هتدلع لحمه حمرا كده على باب جامع؟ وحياه امك بحسيبك يا نعيم، وعايز تتجوزها؟ تعالى بقى عشان انا اللي هحلقك. لا 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 دي مجاري، لا دي مجاري. اه يا ملوكتي، اه اتخطب. اتحسدت يا اختي اتحسدت. لا تهنى بيا ولا لحقت اتهنى بيه. يلا هو اتشهر اخد الشر وراح، ربنا يعوضك باللي احسن منه ان شاء الله يا حماتي. الصراحة هو في حد ملمح لي، بس انا قلت استنى استنى ساعتين لغايه ما انسى المرحوم. اجي الوقت انت لحقتش جميل، بس ما تفضحينيش نعيم الحلاق. يا حوستي جه عنده ثلاث زوجات وانا هبقى الرابعه ان شاء الله. بدل ما تخشي على جره واحده تخشي على ثلاث جرر. اخش على خمسه. انتي مال اهلك؟ فين الاكل؟ وانتي مال اكلك؟ مفيش اكل، انتي مالكيش غير المسلوق بتاعك بس. الهي تتسلقي كده في حله فيها ميه بقالها سبع ساعات بتغلي وتتنهلي كده قدام مني؟ حرام عليكي، اكملك متجوزه وبتاكلي كل حاجه، ما بتاكليش مسلوق، عايشه متهنيه. صحيح هذا بولبو؟ ايه؟ ممكن الواحد يبقى نجم كده ويمشي في الشارع الناس تشاور عليه، يبقى معاه فلوس كتير ويتشتم في الجرايد ويتصور مع الناس صور سيلفي؟ بص يا حاحا، بلا سيلفي بلا عديلي، هتبقى نجم يا حاحا. بس انا عايز اقول لك حاجه، الممثلين كلهم ابتدوا من اول السلم، كومبارس يعني. ده صحيح يا بلبل، يعني ايه كومبارس؟ كومبارس يا سيدي يعني ممثل صامت ساكت ما بيتكلمش خالص. لا، منين ممثل ومنين صامت ما بيتكلمش؟ اخرس يعني بيشاور؟ امال مين اللي بيتكلمه؟ النجوم يا حاحا، الممثلين الكبار هم اللي بيتكلموا بس. اه، واحنا بقى نقعد نهز دماغنا ونقول اه ونعمل كده. يا حاحا افهمك ازاي؟ بص يا حاحا مش على طول، اقول لك ميه نبقى عساكي، ميه نبقى فلاحين، ميه عمال، ميه صعايده، ميه نبقى قاعدين على القهوه زي ما احنا قاعدين كده، وميه بس بقى كفايه ميه، غرقتني. انا سمعت اللي قال الكومبارس دول بيتضربوا. لا مش دول يا حاحا، انت قصدك على الدوبليج. الدوبليج هو اللي بينضرب مكان البطل. والبطل ده ما بيتضربش خالص؟ لا يا حاحا، ده نجم، نجم، تعرف يعني ايه نجم؟ بيخافوا عليه، ممكن يتكسي، يتلوح، يتملخ، وما يعرفوش يرجعوه زي الاول. انما الدوبليج ده يا عيني يقعد يتضرب لغايه لما يطلع عين امه، والبطل يقبض على قلبه فلوس قد كده. طبعا مش نجم. طيب ما يعمل بالفلوس دي بقى ويتضرب له شويه. بقول لك يا حاحا، انت كده وجعت دماغي. بص انت شكلك كده هتضيع الفرصه من ايدك. دي مياه يا حاحا، مياه. بقول لك ايه، هتيجي معايا ولا لا؟ من الاخر. بص يا عم ما تسخنش عليا، جاي معاك. امتى المشوار ده؟ هعدي عليك الساعه 6 الصبح على القهوه، وهنروح نتجمع عند خيستو. هناك الميكروباصات هيجي تاخدنا وتودينا لغايه مدينه الانتاج الاعلاني. طب بالنسبه للمياه يا عم، اخر النهايه هتاخدها بعد ما المخ يقول فيكش.
وافرض المخرج ما قالش فيكش. يا عم لازم يقول فيكش، هو عايزانه يخرج على طول لحد ما يتصفى. حاضر يا فندم. انت تلبس لي عسكري مغبر، خفف دانك شوية. انت تلبس لي امين شرطة، شيل السلسلة دي والبس سول. انتوا روحوا. انت بقى تلبس لي رئيس عصابة. نعم رئيس عصابة؟ اشمعنى انا يعني رئيس عصابة؟ ما هو واحد عسكري وواحد امين شرطة وواحد لواء. انا يعني اللي رئيس عصابة؟ اشمعنى يعني؟ في ايه؟ تمسك الورقة وتلبس الفيس مكاني؟ انا كيفي كده؟ شايف كده؟ لا كيفك مش كده وما تشوفش كده. انا ما العبش، انا رئيس عصابة خالص. انا فنان يا عم، مالك في ايه؟ فنان؟ اه. ويا ترى فننت فين قبل كده يا فنان؟ لا يا حبيبي لا. ايه ده بقى عشان اقول لك فننت فين؟ مش هتصدق انا فننت فين واشتغلت مع مين ووقفت قدام مين. بس انا برضو مش هلبس رئيس عصابه. ليه طيب مش هتلبس رئيس عصابه؟ اه مزاجي كده بقى، انا شكلي كده. اه هات لي الراجل الكبير بقى، هات لي الراجل الكبير اللي مشغلك هنا، الجدع الزفت المخرج اللي بيشتغل معاه. وهتقابل المخرج بصفتك ايه؟ بصفتي فنان ليا مكانه وليا حيثيه في المجتمع. هاتهولي، عايز اشوفه الزفت ده. جاته 60 نيله في الافلام اللي بيعملها، افلام تافهه وزباله. مين اللي افلامه تافهه وزباله؟ هو الجدع الزفت المخرج ده. طب ايه رايك بقى انا الزفت المخرج؟ سيادتك الزفت؟ ايوه. معقول يا باشا؟ انا مش مصدق وداني. سيادتك المخرج واحد قدامي؟ يا نهار ابيض على افلامك وجمال افلامك وحلاوه افلامك. يا سعاده الباشا انا مش بتفرج على الافلام بتاعتك، الافلام كلها عايزه افلام تحس انها مزفلطه كده مقلوظه، افلام عجيبه، افلام كلها قيم ومبادئ. انا لقيت دمك خفيف ولذلك همتحنك امتحان كده، ولو نجحت فيه انا هديك دور في الفيلم بتاعي الجديد. ربنا يكرمك يا سعاده الباشا المخرج، ربنا يخليك. والله انا حاسس ان انا جوايا مواهب كتير مدفونه، مواهب تهد جبال. انا عارف. جبال ليه بس جبال كده؟ يعني عايزك ايه؟ حافظ حاجه كده. يعني ايه حافظ؟ يعني مشهد من فيلم من مسرحيه. وريني كده. اه مشهد تمثيلي. ايوه تمثيلي. تمثيلي. وريني. اه حافظ. وريني يا ابني وريني. ايوه. اه لو لعبت يا زهر اتبدلت الاحوال، لاروح لاول واحد واطلبه في الحال، واقول له يا ابن الكلب يا جزمه انا احتجت لك انت ما وقفتش جنبي. ايه ده انت بتعيط يا استاذ؟ لا لا ولا حاجة. انت راجل قصرت فيك، معلش حاجة. هنغير ده. اه. وهمتحنك رياكشنات. ايه الشكمانات دي؟ مش شكمانات يا ابني. اه. هتعبر تعبير بس بالوش. اه تعبير وجهي. ايوه. تعبير وجهي. حاضر. عايزك تعمل حزن. فرح. اه. ابتهاج. ايه؟ عبط. لا. سرور. ابتهاج. سرور. لا. فرح. سرور. ايه؟ عبط. عنف. انا عايزاكي تقولي لحاحة يجيب لي فسيخ من على اول الناس يا من عند ابو حمامة. انت مش عارفينش يا حماتي؟ مش ابو حمامة تشار؟ اتبطش بقى يا ولاد. ماليش دعوة، انا عايزة فسيخ. لازم اتغذى ورم عظمي عشان داخلة قريبا جدا على جوازة. الهي تبقى خرجتك يا بعيدة، وساعتها اعزم الشارع كله على فسيخ منتشي. اه مرتاحة. فسيخ ايه اللي انت عايزاه؟ امي؟ ما ينفعش. انت ما تعرفيش جوزك بقى ايه دلوقتي، قولي لامي فهميها. جوزك بقى فنان، بقى نجم. انت مش مدركة الخطورة اللي انا فيها. ده اولا. ثانيا انا معيش فلوس اجيب فسيخ. الو. ايوه نعيم الحلاق. مين؟ حياة قلبي وروحي. في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام
هو عمر جرحي انا اطول من الايام. ايه يا حياتي؟ عاوزه فسيخ؟ هجيب لك احلى فسيخ واحلى بصل. متشكره قوي يا شبابو. انا كنت متاكده انك انت الوحيد اللي هتحقق لي امنيتي. ما تنساش البطارخ يا حبيبي، بحبك. هو انا ممكن ابقى نجم؟ مش بعيد يا حاح، مش بعيد. يعني هما النجوم يفيقوا عنك ايه يا حاح؟ لا مش قوي يعني، ما يفرقوش كتير. بس تفتكر؟ اه طبعا تبقى نجم كبير قوي. اه والله ممكن، مش حاجه بعيده عن ربنا. اه طبعا. انت عارف انا لو بقيت نجم هعمل معاك اخر واجب. هتعمل ايه؟ هشغلك معايا. امثل معاك؟ لا تمثل ايه، انت عمار بتعرف تمثل. بص انا هشغلك معايا الراجل اللي هو بيلبس الممثلين ده. اللي بيلبسهم اواضي؟ لا اواضي ايه، هم ناقصين اواضي. اللي بيلبسهم هدومهم اسمه لبيس. لبيس. بس انا عايز امثل معاك يا حاحا. يا عم انسى موضوع التمثيل ده، انت عارف انا عامل معاك ايه؟ انت معاك باسبور ولا رخصه؟ معاك باسبور ولا رخصه ولا معاكش الاثنين؟ لا معيش الاثنين. هطلع لك باسبور ورخصه. هطلع لي. عارف ليه؟ عشان تسافر معايا بقى. بجد؟ النجم مسافر، انت مسافر معاه على طول. هتسافر فين؟ المنصوره، دمنهور، دقهليه، كفر الشيخ. يا سلام يا حاحا، ده انا نفسي اركب طياره من زمان. لا هتركب وهتتبسط قوي، بس اهم حاجه المخرج الزفت ده يقوم بالسلامه. هو ده الزفت؟ هو ده الزفت. يلا بينا. يا حمار. واول ما الجدع المخرج ده شافني طرع عليا من وسط 200 واحد. حسن يا بلبل؟ حسن. وبص لي كده وقال لي يا سلام. يا سلام، كنت فين يا بطل؟ حصل يا بلبل؟ حصل. وقال لي ايه ده؟ ايه ده، انت مختفي فين؟ السينما المصرية محتاجة لك يا حاحا. حصل يا بلبل؟ حصل يا نجم. فجأة وطبت علينا البطلة. عارفين مين؟ مين يا حاحا؟ برافو، بتقولوا مع بعض حافظين. الست اللي دايما بتطلع في الافلام دي يا حاحا اللي بيمثلوا كتير، هي مين؟ يا جدع اللي كانت بتمثل معايا النهارده. هو ايه يا حاحا؟ واحنا يعني كنا معاك علشان خاطر نعرف مين دي. طيب عموما تاهت ولقيناها. حد معاه تليفون محمول؟ انتوا هتقعدوا ترقصوا، ده انتوا معفنين. هات يا معلم. انا هقول لكم مين هي. هكلمها انا على غيه في التليفون. يا عيال لقد نفذ رصيدك. ايه ده يا معلم؟ ده في موزه في التليفون بتقول لك لقد نفذ رصيدكم. ايه حكايه الموزه دي؟ اديك واحد تاني. هات طلع لك الموزه التانيه اهي. اوعى يكون في موزه ده. لا ده تمام. الو واد يا حاحا، واد يا حاحا، الحق امك كلت فسيخ واغمى عليها. حاجه ساعه. موجوعه يا حبيبي. سلامتك حبيبتك. ايوه تلاقيكي جواكي بتفكري تقولي يا رب تموت عشان اخد الاوضه بتاعتها. ايوه حبيبتي، عايزه اورث منك الاوضه عشان اربي فيها فران. نايم ما سألش عليا. انت النايم والهنا ما سألش يا ساحة. بس اسكتشي، دخلته علينا مأوجة. الهي يا رب رجله تتكسر ما يوقع خطش بيها. اخص عليك يا نعيم، انا داكني بسيخ مسمم. مسمم؟ يا ريت مسمم وبس حبيبتي. الفسيخ ده متاكل مرتين قبل كده، واللي اكلوه هم في العنبر هم قدامك مترميين، والباقي في ثلاجه المستشفى. هي وصلت للثلاجه. ايوه عقبالك. انا جيت يا ما جاب الغراب لامه. عايز ايه؟ عايز اسبوع كمان وهجيب ابويا ونيجي نقابل حاح. اسمه الاستاذ حاح. استاذ حاح بأمرت ايه؟ ده صايع. صايع؟ وكمان عايز نديك اسبوع؟ معلش اسبوع واحد، انت عارفه ابويا راجل جزار يعني مخه عجالي. افهمي بقى يا حبيبه قلب. بقول لك ايه، لو حد عايزني زحلقيه مش طالبه. وانا شغاله عند اهلك. الو، هي ماما. ايه تيتا؟ طب انا جايه حالا. ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ تيتا في المستشفى. لا تيتا في المستشفى. يلا روح لتيتا. يلا حبيبه قلب.
حبيبتي مالك يا حبيبتي؟ وايه اللي راميكي على الارض كده؟ عشان مفيش سراير يا اخي. شفتي؟ شفتي الزمن الجميل؟ شفتي اثار مصر على الارض؟ حاحا الناحة كوالناحة. اروي عطشك يا عيان. حاجة ساعة يا أستاذ. حاجة ساعة. أنا عايز حاجة ساعة. ماشي. أيوة غزل البنات. أنا بحب ده أوي، غزل الصبيان ده. صبيان إيه حاجة اسمه غزل البنات؟ إحنا رجالة ما نقولش بنات يا أخي. ماشي. كشري. طب عايز كشري بقى يا حاحا. ماشي. سميد وبيض وجبنة. ماشي. ايه ده يا دكتورة؟ في ايه؟ انت بتعدي مطب صناعي لأمي. امك يعني ام المطهر يعني ولا ايه؟ حرام عليكي، ست كبيرة ومرمية على الارض، ما ينفعش تتعامل معايا يبقى كده. حضرتك انا عندي سراير وبس، يعني ماليش علاقه باللي مرمي على الارض. كمان انا عندي الغدروف، يعني لو وطيت اكشف على العيان اللي على الارض ظهري يقفش. انا استفيد ايه لو العيان خف وظهري قفش؟ قفش ايه ونيله ايه؟ اذا كان مفيش سراير نجيب لها سراير من ايه؟ من بيوتنا؟ انت بتتهجم عليا؟ وبعدين اجري كمل لسانك، وبعدين تعالى اتكلم معايا. ولعلمك اللي انت بتعمله بايدك ده كده تحرش. تحرش؟ انا تحرش بيك ايه؟ وبعدين مشكله السراير دي اتس نوت ماي بروبلم، مش مشكله امي خالص. عندك مدير المستشفى، روح اشتكي له. يا بتاع السميد. هروح للمدير اشتكي له، ان شاء الله اروح للوزير كمان، وزير الاسكان نفسه. ايه حاحا، وزير الاسكان ايه؟ هو ايه علاقته بالمستشفى؟ ما هو اللي بيبني المستشفيات يا حمار. هنروح له. هي المدافن بتاعتكم فين يا حاحا؟ يعني قالوا لك ان مفيش اي سرير فاضي، يعني نو شير. ومع ذلك يا جبروتك دخلت امك غصب عن اي صن دي. يعني ايه غصب عن اي صن دي؟ يعني غصب عن اي حد. يا دكتور المستشفى دي مستشفى حكومي، يعني ملك الشعب، يعني اي حد من الشعب يعيا لازم يلاقي له سرير يتعالج عليه. حلو دي. الكلام ده في المدينة الفاضلة عند أفلاطون. عارفه الدكتور أفلاطون، وهروح له المدينة الفاضلة، وحتى لو كان عزل وراح مدينة السلام. الكشري. تعالى يا بتاع الكشري، تعالى اديني واحد من أبو خمسة. شكرا، خد امسي. ايه دول يا بيه؟ دول 3 جنيه أنا بدفع في أبو خمسة 3، عشان أسيبكم تسرحوا في المستشفى براحتكم، وإلا أكلم لك المعلم. كلم المعلم. ليش في أنت كده بتأذي نفسك. أنت معلم وإحنا منك بنتعلم، ناكل وأنت موجود وما ندفع ملم. يا معلم، أيوه عايز ياخد مني في أبو خمسة 5 جنيه. على حسابك، ربنا يخليك يا معلم، ألف شكر. خد اسم، قول له يحط لي دقه لو سمحت. ايوه يا معلم. حاضر، ماشي. يا عيني يا معلم. شكرا. فين الدقه؟ الدقه اهي. الف شكر. تعالى هنا، تعالى. فين ال 3 جنيه؟ نسيت. على حساب المعلم. قلت لي كنا بنقول ايه؟ كنا في اليغمه بتاعت الكشري والحاجات دي. انت ايه طلباتك؟ تاني؟ هقول تاني. انت ايه؟ مفيش هارت هنا خالص؟ ابيض؟ بقول لك يا سعاده البيه، امي ست كبيره، امراض الدنيا كلها اتجمعت وسكنت جوه جسمها. اوديها فين؟ الملاهي؟ شوف يا استاذ حاحا. حاحا ده اسم ولا التهاب في الزور؟ نعم، قصدي ده اسم يعني ولا فعل؟ لا يا بيه، انت صادق، مفعول به. طب شوف يا استاذ، مفعول به. انت تاخد امك وتروح اي مستشفى فاضيه فيها سرير فاضي، يا اما تدخلها مستشفى استثماري. ده يعني لو انت خايف عليها. ايه استثماري ده؟ استثماري يعني بفلوس، واللي معهوش ما يلزموش. عشان امه تموتوش ويقعد هو يلتموش، وانتوا بالنسبه لكم تبقى كلبه وراحتوش. بالظبطوش. وانا هديلك بالبرطوش. يا خلاص مش كلبة، فرخة وراحتوش. ايه؟ بيضة. خلاص بقى، اهدي بقى يا ستي. حفت في الفسيخ، اكلته حاج.
الدكتور قال لك ايه على مامتك؟ قال لي امك عيانه. ايه؟ يا الله اكبر، دكتور شاطر، دكتور شاطر. وايه اللي مخرشمه كده؟ هنا؟ لا اصل انا مسكت المدير زرفته علقه 100 100. باين على وشك بصراحه. واي دكتور؟ اي دكتور هشوفه معدي هظرفه بالقفه على وشه. بنجرى عيني. ايه يا دكتوره، في ايه؟ مش هتكشفي على امي ولا ايه؟ اكشف على امك؟ دي الفاظ تتقال في مستشفى راقي؟ عيب جدا كده. وبعدين يعني انا قلت لك عندي الغضروف، يعني امك تخف وانا ارقد مكانها؟ امال مين اللي هيكشف عليها؟ فيك من يكتم السر؟ كبير. ده مش تخصصي، انا اصلا مخ واعصاب. طب يا ريت يبعد كبدك كده وبخ. اعتبر ده تحرش؟ طب هنعمل ايه يا دكتوره؟ اما انت مخ واعصاب، ايه اللي جايبك هنا قسم البطنه؟ فيك من يكتم السر؟ في بير بقى. انا اصلا جايه خدمه لدكتور زميل مزوغ وبيشتغل في مستشفى خصوصي عقبال عندكم. انا كده عرفت الطب باظ ليه. فيك من يكتم السر؟ كتمت كتير قوي، قولي. اديك عرفت الطب باظ ليه؟ يلا يا ست وكلي على الله. دونجول امسك. دونجول؟ مش ده البلطو اللي جايب لي القرف؟ وطول ما انا رايحه جايه تعالي يا دكتوره اكشف يا دكتوره. اجي ام البلطو اهو، ام البلطو اهو، واجي ام السماعه، واجي امك، ام اللي يقعد في المستشفى دي. سلمي لي على امك. عندك ايه يا حاج؟ جعان. حاضر حاضر، اكتب جعان. جعان. تعال نشوف التاني. ماشي. تحب تسمع ايه يا حاج؟ واحنا على الناصيه. عندك ايه يا حاج؟ جعان 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 مرتين. جعان 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 مرتين. وانت يا حاج؟ انا قريب الجعان. قريب الجعان؟ طب كنت هات له اكل. تعال. عندك ايه يا بابا؟ جعان جعان برضه. جعان. اكتب. استنى نشوف الجثه اللي على الارض دي، شكلها ميته. عندك ايه يا ابو الحاج؟ جعان. وبعدين يا بولدور، كل العيانين جعانين. انا خايف العاها لا ياكلونا. منين يا بتشي اللحمه دي؟ الواد المضروب في قلبه عدوي سرقها لي من عند ابوك العاده، وكان جاي معايا ماما بس جاله تليفون قالوا له امك في المستشفى. ايوه، مرميه في العنبر اللي جنبنا اهو متسممه، اكلتش من عند نعيم في سيخ. وانت عرفتي منين؟ اما هو نعيم واخد توكيل النسوان اللي في الحاره. لا، نعيم بتاعي انا يسممني انا بس. غاوي انتيكات. ادي حته خياره جعان. خد بصل حلو بينظم الكوليسترول. بقول لك عايز خياره، بصل ايه؟ طب خد طماطم حلوه بتنظم المرور. بيت زرفك. اسمعي اللي انا هقول لك عليه. ايه؟ الطلبات بتاعت النهارده. سرير واحد طالب باميه. سرير اتنين طالب مسقعه. سرير تلاته طالب ملوخيه. مدير المستشفى فوق عنده نقرس. اعملوا 2 كيلو لحم عشان نخلص منه. هو شكله ايه مدير المستشفى؟ اقرع ياما اقرع. طب انا عايزه بومبار. كم متر؟ اما حسن انت كويس؟ الحمد لله يا دكتور. اكتب له خروج. خيوط. واكتب للست دي دخول وخروج. دخول وخيوط. عم ابراهيم كويس؟ الحمد لله. اكتب له خروج. خيوط. وقريب عم ابراهيم كويس؟ كويس الحمد لله. اكتب له خروج. خيوط. عم سعيد كويس؟ كويس. عم هيثم تمام؟ الحمد لله. اكتب لهم خروج هما الاثنين. خيوط هما الاثنين. والست دي دخول وخروج عشان تبطل اكل. يلا. هما عندهم ايه؟ كانوا جعانين. إلا عياك يا حياة قلبي. حبك والفسيخ سموني. أنا جايب لك زيارة. إيه؟ جوزين فسيخ، واحدة صاحية والتانية ستبني. إيه؟ حاحة ده ابنك البكري، لازم يبقى عنده كل خطواتك حتى لو كانت خطوات غير بريئة. اخرسي، محدش له كلمة عليا، والقرار قراري أنا، كلامي يمشي على الكبير والصغير. وهتجوز يعني هتجوز.
اتجوزي. لا بنت حاحه لا. بنت حاحه لا ليه يابا؟ ولا مليون مره قلت لك يابا هناك دي في البيت عند امك، هنا تقول لي يا معلم حنفي. بدوي يابا. يا بدوي ماشي. طب يا معلم بدوي بنت حاحه لا ليه؟ اقول لك ليه؟ لان ده واد لابط ولابط ملوش شغل ولا مشغله وكل يوم يعمل مشاكل. انا بقى ماليش دعوه بابوها، انا ليه البت يابا اللي انا بحبها ورايتها، بحبها يابا بحبها. عايز احفاد المعلم بدوي والجزار يطلعوا شبه حاحه وعيله حاحه، دي قالة تعر قالة. عشان خاطري يابا، عشان خاطري. لا انا ابنك الوحيد. ايه ده؟ وانا ما جبتش غيرك؟ ايوه يابا عشان خاطري. خلاص ماشي افكر. اتفكر ايه يابا؟ انت اصلا ما بتعرفش تفكر غير لما بتاكل كبده، والنهارده ما فيش كبده ولا بكره في كبده. خلاص اصبر عبال ما تيجي الكبده، وبعد كده افكر في موضوع حاحه ده. يعني انت لا فاكر اسمي ولا فاكر اسمك ولا فاكر اسم امي، اشمعنى حاحه اللي معلق معاك؟ حاحه مين يا الواد؟ ابني طلع من المدرسه. ايوه واد صايع. ايوه قلت اعلمه صنع. ايوه راح عند الاستاذ بيليا الميكانيكي مشاه. راح عند الاستاذ احمد النجار عرف ان ابني مشاه، قلت اجيب الورشه هنا. يبقى حلاق ابن حلاق. اديته مشط ومقص ولسه بيحلق للزبون، قام جايب ودنه. في ايه يا عم؟ في ايه؟ انا بحكي لك على اللي عمله الواد. قلت له بقول لك ايه يالا، راس الزبون دي امانه في رقبتنا. ايوه واحنا بنحلق نحلق بالراحه، واوعى تيجي عند ودنه. قام جايب ودنه الثانيه. يا عم انا بحكي لك. قلت له بقول لك ايه، سيبك من الراس خالص وحنتي في الشنب. ما هو الشنب ده صنعه برضه، يجي خط زي اللي انا عامله بيحنتي في الشنب. قام جايب مناخيره. دم ايه؟ دم ايه؟ خد تعالى هنا، دم خد تعالى هنا يا جدع، يا جدع يا خرع، خد تعالى هنا، خد دم ايه؟ ده انت ما عندكش دم. اخيرا يا حبيبه قلبي، اخيرا اقنعته بعد ما طلع عيني وقال له بتاع 3 كيلو كبده. 3 كيلو كبده؟ ده ليه ان شاء الله كل ده؟ ما انت فاهمه بقى، انا ابويا جزار عقبال عندك كده، فمخه صغير بتله. ما بعرفش يفكر عجالي. انت ناوي تجيب السمين وتيجي امتى ان شاء الله؟ ايه ده مين السمين ده؟ ابوك طبعا يا حبيبي. ابويا سمين؟ سمين يامن لك مين وانت عينيك حلوين. هنجيب السمين ونيجي يوم الخميس ان شاء الله. ونجيب لكم معانا كده زياره وبمبار وفرشه ونروقكم. امال ايه؟ ونجيب لكم قطع غيار حوانات. قطع غيار حوانات؟ يا اخويا الواحد بيدخل على الواحده كده وبوكي ورد كده يشرح القلب بعلبه شوكولاته. خلاص هجيب لك بوكيه ورد. بجد؟ واحط لك جواه قطع غيار حيوانات. برضه قطع غيار حيوانات. هذا اللي يجيبه عامة. أنا هحاول أقنع بقى أبويا اليومين دول وربنا يستر. لأن أنت عارف مخه على قده وكمان وبيفهم بعد فترة. إيه ده يا حبيبة قلبي؟ أنتِ أبوكي برضه مخه عجالي؟ لا بس أبوكي مخه مش عجالي، أبوكي ضاني عشان عنده فرو خروف كده. عدوي. حبيبة قلب عدوي وأم عدوي وأبو عدوي. خطوة عزيزة يا معلم بدوي. خطوة والسلام. ايه يا عم في ايه؟ لما انت متضايق كده ايه اللي جابك؟ انا ما كنتش عايز اجي من اساسه، انما انت عارف بقى الواد وزنه. ايه؟ الواد قلبه بيوجعه ومش لاقي حد يدلعه؟ لا لا ان شاء الله يا عمي حاحة، باذن الله بنت حضرتك اللي هتدلعه. يعني انتوا جايين طالبين القرب؟ واستحسن البعد. لا 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 دي مش طريقة كلام خالص بقى. هو كده؟ انا معرفش اتكلم غير كده بقى. ثانية واحدة يابا، رايح فين؟ انت شايفه بيقول ايه؟ يابا استهدى بالله، ما تبوظش الجواز. استهدى بالله. وادي قاعدة يا عم حاحة، احنا جايين نطلب ايد بنت حضرتك. بالعند بقى اسمعها من ابوك. قول يابا عشان خاطر. قول ايه؟ قول ان انا عايز اتجوز البت. قول. مش قادر، نفسي مش مطوعاني. اعصر على ايده عليك ليمونه يابا. قول. لا مش قادر، انا مش قادر اقولها. الله يابا لو قلت هيجيبوا لك كبده. مين؟ كبده مين؟ كبدة مين؟ دول عندهم كبد ولا كلاوي؟ دول عالم سحت يابا. لا 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 لا، ده اسلوب زباله وانا لا اقبل بيه بعد كده. لو سمحت اتكلم عادل واحترم نفسك، لان انت راجل قليل ادب، ولما احترمتش نفسك هطردك بره البيت. بيت؟ بيت مين ابو بيت؟ وده بيت ده اللي انت ده ولا عشه الفراخ، خليك قاعد فيه.
متطربع عليهم وعليهم. استنى يابا بس يابا خبط بس يلا. عمي حاحة ان شاء الله هنبقى نيجي يوم تاني لوحدي عشان اطلب مصباحه عشان ابوها ده لا ينطق اساسا. يلا يا امشي ورا ابوك اجري. عدوي قلبه بيوجعه في المصباحه تدلعه. يلا امشي. حاضر. الو ايوه يا سعيده معركه دي بقى ايه؟ تنجة عارفها. اما ده بقى مسدس اكيد بشوفه في الافلام. دي بقى مطوة. مطوة حلوة. ودي ايه؟ دي صوابع ديناميت. اسكت لا تنفجر فيك. كل ده ليه يا عم سعيدة معركة؟ ده للتثبيت يا ريس. تثبيت بس؟ امال الاكل ايه؟ لا بقى الاكل حاجة تانية بقى. المهم بقى يا ريس ان الراجل بتاعنا اسمه كامل بيه وهبة. مترشح في الانتخابات على الدائره بتاعتنا. عايزينه بقى ينجح. وينجح ليه بقى؟ لانه صارف فلوس قد كده. طب وليه صارف فلوس قد كده؟ عشان يبقى عضو في مجلس الشعب. هو استفاد ايه لما يبقى عضو في مجلس الشعب؟ لا يا صاحبي من ناحيه مستفيد فهو مستفيد. المهم خد بقى انت الالف جنيه دي. ولما كامل بيه ينجح ليك زيهم. طب هي لجنة الامتحان دي فين؟ لجنة الامتحان بكرة في المدرسة اللي خلف المشرعة. صح خلف المشرعة. طب بقول لك ايه يا عم سعيدة معركة؟ ما تاخد دول وتديني دي. رايح فين؟ رايح انتخب. انتخب مين؟ كمل بوا. عادي. استنى يابا. اتفضل. ايه يا عم انت سكران ولا ايه؟ رايح فين؟ داخل انتخب. تنتخب مين؟ فؤاد فرغالي. اشمعنى يعني فؤاد فرغالي؟ يا عم انا حر يا عم. لا يا بابا الكلام ده مش عندنا. هتنتخب كامل وهبة اللي هتاخده خيزتين على الماشي. لا كامل وهبة. ماشي. استنى. حلو كده. وكل. طب روح انت. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فؤاد فرغالي المرشح أمام كامل وهبة. أهلا وسهلا. كامل وهبة إداك كام من الآخر؟ من الآخر؟ إداني 1000 جنيه. حلو أوي، أنا هديك 3 بواكي وبعد ما أخش البرلمان ليك 7، يعني 10 بواكي مكتفين. 10 بواكي؟ ده إيه الحلاوة دي؟ ده إيه الشيزون العالي ده؟ يا لهوي ده مولد وصاحبه غايب. خد امسك. التلات بواكي اهو. حلوين حلوين ربنا يكرمك. مبسوط يا شاطر؟ مبسوط قوي قوي. ادعي لي انجح. ماشي يا يابا. ايه ده يا حاحا ده؟ بص يا حاحا انا من بكره هروح السجل المدني اطلع بطاقه بلطجي انتخابات. ايه رايك؟ وانا هروح معاك المشوار ده. قشطه. عد معايا. استنى استنى رايح فين؟ داخل انتخب. انتخب مين؟ كامل بيه وهبة. فؤاد فرغالي والا هطير رقبتك. طبعا طبعا فؤاد فرغالي. هو في زيك؟ يلا استنى يا عم الحلو. يا لو ده انت طويل قوي. يلا مالكش دعوه بالفلوس. كان حكمك هديك 100 جنيه. طيب ايه يا باشا نقول مبروك؟ اكتساح اكتساح. اتفضل دول بقيت حقك. انت راجل محترم وانت يا ابني ليك 2 كيلو سكر في ذمتي. ربنا يخليك. انا رايح البرلمان. عايزين حاجه؟ لا مع السلامه. السلام عليكم. طب مين ده؟ انا مع اللي يدفع يا عم معركه. يعني اخويا؟ طب خد دي. لا بلاش دي ابوس ايدك. طب خد دي. يعني دي اللي صغيره قوي. اوعى. يا حاحا. يا باشا ايه الفلوس اللي في ايدك دي؟ دي فلوس المعلم سعيد معركه. والفلوس اللي في ايدك دي بتاعت مين؟ والنعمه بتاعت حاحا وشغال بلطجي انتخابات. وياما قلت له ايه ده يا حاحا ما يجيش. يا ابن الواطيه. هو البوكس فين يا باشا؟ يلا بسرعه عشان راكنين صف تاني. يلا بينا. يلا سمحتي سمحتي. ايه يا حبيبتي؟ كنت عايزه اخد رايك في حاجه كده يعني بما انك اخويا حبيبي يعني وهتساعدني فيها. بصي انا يعني افكارك بتبهرني بيبهريني كده. ايه رايك نخلي بابا يكمل تعليمه؟
يكمل تعليمه ازاي؟ انت مالك؟ كاني بقولك تعالى نكسر شقه. يكمل تعليمه عادي ازاي يا بنتي؟ بحس دماغه كده يعني تتنور ويعرف يتعامل مع الناس. يا بنتي انت بتهزري؟ بعد ما شابه ادوك كتاب ابوكي في السن ده ويتعلم ده مش عايز ينزل يشتغل عشان يصرف علينا. شاب ايه يا ابني وكتاب ايه؟ بابا لسه صغير. اسمع كلامي انت بس واحنا نحاول نقنعه. لا انت مجنونه يا مصباح، انت مجنونه وهتودينا في داهيه. ابوكي لا يمكن يوافق. اسمع كلامي بس، هيوافق. اسمع كلامي، انا هبقى على الودن اليمين وانت هتبقى على الودن الشمال، والمثل بيقول ايه؟ الزن على الودان امر من الحبهان. طب يلا نروح ونيجي قبل ابوك ما ينام. طب اتفضلي امشي قدام. تمام. شين فتحه ش، شين فتحه ش، راء فتحه راء، راء فتحه راء، ب فتحه ب، ب فتحه ب، شرب شرب. ايه يا ابله في ايه؟ ايه فتحه ايه وبقى فتحه ايه وشرب؟ ايه الكلام القديم ده؟ ما كل اللي احنا عارفينه. فين الحاجات الجديده والعلام الجديد؟ يعني انت بتعرف تقرا وتكتب؟ على خفيف يعني. بس في ناس هنا كتير ميح لسه ما يعرفوش اي حاجه. وانا مالي ومال الناس الميح؟ انا عايز انط على كي جي 2 على طول او اروح فصل المتفوقين. هي مدرسه يا ابني؟ ده حيالا فصل المشروع محو الاميه. طب والعمل ايه دلوقتي؟ مفيش عمل، تحضر زي كل الناس الموجوده دي لحد ما تتخرج من الفصل. يلا يا جماعه، الف فتحه ايه؟ الف فتحه ايه؟ كيف فتحه ك؟ كيف فتحه ك؟ ليم فتحه ليم؟ ليم فتحه ليم؟ اكل اكل. انت ما بتقولش معاهم ليه؟ لسه واكل. انت هتهزر؟ اتفضل اطلع بره. ماشي اطلع. ويعني ايه يعني؟ خلاص يا عدوي يا ابن بدوي، خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. افهمي بس يا مصباحه حبيبه قلبي، افهمي. انا جاي اقول لك ان امي. امك؟ امك ايه يا ابن امك؟ ما خلاص يا حبيبي، ابوك فركش الجوازه واللي كان كان. ويلا بقى يا حبيبي وريني رشاقه خطوتك احسن تتحسب عليا راجل وتوقف حالي. حالك معايا يا مصباحه، واللي هيفكر يقرب منك هفرتكه وهاكله كبده في قلب الحاره العشوائيه دي. في حاجه؟ لا ما فيش. ثانيه واحده، انت تعرفها؟ لا. تعرفني؟ لا. طب امال ايه انت مال اهلك؟ انكشح من هنا. استنيك. شفتي؟ شفتي فرجت علينا اللي يسوى واللي ما يسواش ازاي يا حبيبه قلبي؟ يا بنت فهمي بقى يا بنت مصباحه بقى، الكلام اللي انا هقوله لك ده طالع كده ايه؟ طالع من قلبي سخن موحوح كده، طالع عسل. عايز ايه يعني؟ عايز شاحن عشان اشحن الموبايل الطشت بتاعي. معاكي؟ ابقى اشحنه عند امك. امي ما عندهاش شاحن يا مصباح. وانت هتعمل ايه يا بابا؟ شوف يا ابني، لا حياه مع الحياه ولا ياس مع العمل. دي الحكمة اللي أنا ماشي بيها في حياتي. وطول ما حاحة شكري نفسه في الدنيا ومالي أرجاء الوطن هعمل اللي أنا عايزه. أنت ناوي تعمل إيه بقى؟ هتعلم. أيوه تتعلم إيه يعني؟ يعني هتعلم جمباز يا أختي. هتعلم حاجات زي اللي أنتوا بتتعلموها. عربيات، حسابات، إنجليزيات، رياضيات، فرنسويات. كده بقى أنت اتعلمت لغات. ايه رايكم في المريالة بتاعتي يا جماعه؟ مريالة هايلة. والكشتي ده بينور ساعات. كشتي هايل. اوعى يا حاها، لازم تسمع كلامي وتحطه حلقه في ودنك. اولا تسمع الابله وهي بتشرح وعينك معاها عشان ما يقولوش عليك اهبل. حاضر. وما تشقاش في الفصل ولا تعمل مشاكل عشان ما يقولوش عليك شوارعيجي. حاضر يا ماما. اوعى عينك تزوغ عن اي حاجه تشرحها المس. اخنقيني يا ماما. ايوه وانت راجع من المدرسه تمشي جنب الرصيف. ضايقيني يا ماما. حد كده ولا كده يقول لك تعالى تعالى معايا ولا يديك حاجه حلوه تاكلها ولا يشربك عصير قول له لا. خلاص يا ماما بقى، ما تقرفنيش من المدرسة من أولها. وما تنطش من على السور يا ماما. ما تنطش من على السور يا هاها. خلاص بقى كرهت المدرسة. لا خلاص. ثانية واحدة، سندوتشاتك يا حبيبي ها؟ ما تاكلش أكل حد. مصروفك معاك. خلاص يا ماما أنا كرهت المدرسة، أوعي كده شوية. خش يا حبيبي. I'm gonna make you mine.
23/1/2017. اسمعوا بقى اللي هقوله النهارده يتحفظ صم عشان اسمعه المره الجايه. انت يا اخ، انت يا ابو شنب اللي قاعد، انت كلم انا، انت بكلمك انت. انا ابيض، انت جديد معانا في الفصل هنا؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي حاحة شكري. انت متاكد ان انت طالب هنا في المدرسه؟ ايوه يعني لا بصراحه لا. امال انت ايه بقى؟ انا لقيت العيال دول داخلين بالمرايل يتعلموا، قلت اخش معاهم وضربت مرياله وجيت يعني. بس انا عايز اتعلم، نفسي اتعلم عشان ارفع راس ولادي. بس ده انا هطين عيشتك. لا خدي بالك، الضرب ممنوع في المدارس. والله الضرب ممنوع؟ ماشي، انا بقى هبلغ فيك البوليس حالا. ايه ده حاحة؟ انت بالذمه مش مكسوف من نفسك؟ زمزميه ومرياله، ايه حاحة اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا باشا فيها ايه؟ عايز اتعلم، طالب علم. يا حاحة حرام عليك، يا حاحة حرام عليك. تعرف اللي انت عملته ده ممكن يوديك فين؟ يوديني فين؟ يوديك في 60 داهيه. ليه بس يا باشا؟ ليه بس؟ حد يختار يا حاحة، حد يختار اي مدرسه كده ويروح يتعلم فيها؟ لا مش اي مدرسه، دي لا مؤاخذه جنب البيت. انا اخترت المدرسه اللي جنب البيت عشان ما تبهدلش في المواصلات وكده. حاحة حرام عليك يا حاحة، انا عندي عيال، والله العظيم عندي عيال عايز اربيهم. حرام عليك يا حاحة، امشي من هنا ووعدني انك ما تجيش تاني. والنبي يعني براءة؟ براءة. طيب اروح بقى الحق الحصة التانية احسن الابلة هتزعل مني. شوفها مرتاحة، انا بفكر في حاجة كده، لو عملناها هنكسب منها قرشين زي الفل. حاجة ايه؟ اسمعي الكلام اللي هقولهولك وركزي فيه شوية. مركزة اهو. ولو وافقتي هننفذ من بكرة. حاحة الناحة كوالناحة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وفي ايه يا بابا؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ زي ما انت شايفه كده بنعمل بيزنس، مشروع تجاري. قلبنا الصاله لمكتب. مكتب ايه؟ مكتب توفيق راسين في الحلال. يا بابا، يا بابا وفقنا احنا الاول، بعد كده وفق راسين في الحلال. يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، انا لما اوفقكم هوفقكم ببلاش، انما الناس اللي هوفقها هتجيب فلوس وتيجي. فهم، يعني انت عامل على كل راس بتيجي المكتب هنا عموله، صح؟ برافو عليكي، برافو. بابا انا خايف على البيت، البيت ده ممكن ينهار والاسره دي ممكن تنهار. وانا حاسه ان البيت ده كله هيتطربق فوق دماغنا بالمكتب. في ايه؟ ليه بتكسروا مقاديفي في كل مشروع اعمله؟ بتحبطوني ليه؟ هو انتوا مش ولادي؟ مش ولادي؟ مش ولادي. برافو، هاي حلقين. قولولي بقى في ايه؟ براحتك يا روح الروح، محدش يفتح بقه خالص. الشقة شقتي وانا موافقة على المشروع ده. ربنا يخليك ليا يا امه، دايما متقف في جنبي في مثل هذه الاشياء. طبعا مش حاحة حبيبه، بس انا عايزة طلب قد كده اهو. وامور يا امه. يعني لو جالك شاب عايز يتجوز طول بعض بحلاوة ووشه مسمسم، أنا عايز أريحك مني. لو عايز تيبي جوزني له وهيبقى لك الحلاوة. إيها ياما، أولا التيب بتاعك ده انقرض، مش هتلاقي زيه خلاص، طمني. جبتش الحاجة الساقعة والشاي والسكر واللبن؟ لزوم الشغل والبوفيه شكلنا هنشتغل نار نار. إيش عرفك إن احنا هنشتغل نار نار؟ وانا جايه لقيتش الواد مناجيلي واقف مع ناس بيسالوه على المكتب بتاعنا، بيقولوا له جمكتب ايه؟ قال لهم جمكتب جواز. قلت له بقول لك ايه يا ولا، راعيهم، نزل لهم الطلبات اللي هم عايزينها بيني وبينك في السر من غير صاحب القهوه ما يعرف، والمكسب بالنص. بيسالوا على مكتب للجواز؟ يا ترى ليه؟ شاي قهوه حاجه ساعه، شاي قهوه حاجه ساعه، شاي قهوه حاجه ساعه. يا رب اللي ياخد شاي لا عدله. طلباتك مواصفاتها ايه؟ 90/95 وطالع. لا وطالع؟ انت كده طالع فوق قوي، واحتمال ما ترجعش. وده المطلوب. ازاي؟ انا اتجوزها، تقعد معايا كام يوم، تتكل على الله، تموت، اورث، اخد الفلوس واتجوز اللي انا بحبها. يا سلام على الافكار السافله اللي في المجتمع. حاضر. هنرد عليك بعد 90/95 يوم كده. يا طلب. يا رب. ده جاي يرسم خطه مش يتجوز. اللي بعده. يلا خش تعالي هاتي. شكرا. بسم الله ما شاء الله، هو ده المطلوب، هو ده اللي انا بدور عليه. ده مش عريس، ده صاحب المكتب.
صاحب المكتب صاحب صاحبه ماليش دعوه، هو ده اللي انا عايزاه وهو ده اللي فيه كل المواصفات بتاعتي، الطول والشعر والشنب والكرش كل حاجه كل حاجه. حبيبتي للعرضي فقط مش للجواز. مش للجواز ازاي؟ لما ده مش للجواز امال مين اللي يبقى للجواز؟ انا عارف. انا حبيبتي للجواز. يلا انت جاي تشقطي مني ولا ايه؟ يلا حبيبتي اشقطهم. انت عايز مين فينا؟ انت هادي الطلب عايز من جابوا عيالي. هيبقى ابو عيالي انا كمان. منين انت تشكنيله وانت خلاص فرحان مبسوط؟ ايه في عاجبها يعني؟ اها يلا حبيبتي هاتش خشي. شكرا. بقول لك ايه، انا عاوزه اتجوز راجل بتاع 95 100 سنه بس على شرط يكون مالتي مليونير عشان هو يسافر من هنا، قصدي اقول لي يودع من هنا وانا ايه اتمتع انا وكتكوت يا حبيب قلبي الصغير. انت عندك كتاكيت مزرعه يعني؟ مزرعتي وكتاكيت ايه؟ لا يا حبيبي كتكوتي انا ايه شاب صغنن 25 27 سنه كده، قلت ده يودع من هنا واتمتع انا وهو ونتجوز مع بعض. ايه الافكار السافله اللي مالت المجتمع دي؟ انا مش مصدق نفسي. هادي طلبك وهنبقى نكلمك. خد يا اخويا. سلام. مع السلامه. يا رب بس تلحقي تجينا تاني. ان شاء الله. الكتكوت شوف الوليه اللي بعده. خش. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الفل يا عم حاحا. اهلا وسهلا. طلباتك؟ عايز عروسه، عايز اتجوز. اشمعنى انا؟ فلوسك. اتفضل يا عم حاحا، 2 كيلو كندوز يستاهلوا بقك. يستاهلوا بقك؟ دي لحمه كلاب يا ابني. ايه مواصفاتك؟ عايز بنت تبقى فورتيكا يا عم حاحا، بنت كده تبقى وتبقى شغاله في محل موبايلات وابوها اسمه حاحا وقاعد قدامي دلوقتي. دوخني بقى، يقصد مين ده؟ يكونش يا حاحا يقصد البتشي سعديه بتشي فوزيه اللي ابوها شغال في الفرنيه؟ لا دي ابوها اسمه عبد التواب. يعني مش حاحا؟ لا تمشي معاك بنت عبد التواب؟ يا عم عايز واحده ابوها اسمه حاحا، حاحا وقاعد قدامي دلوقتي. واجيبه لك من هنا انا في الزحمه دي يا اخي؟ زحمه ايه؟ صدق ان انا راجل مش تمام ان انا جيت هنا اساسا، ده انا لو اتجوزت بنتكم هخلف عيال متخلفه عقليا. ده وقت الراحة بتاعي، وقت القيلولة اللي بستريح فيه. هي مصر كلها عايزة تتجوز. خلاص هجوزكوا بس واحد واحد بالدور. النهارده بقالي ساعتين يا محاحة. وأنا جيت امبارح وقال لي لازم تحجزي. وحجزتي؟ وديت مراتك 150 جنيه. خدتش حاجة. اه يا واطي يا. هنبتدي الخنصرة من أولها؟ خدتش حاجة. خدتش حاجة. ماشي. خلاص يبقوا ادخلوا لي واحد واحد إن شاء الله. ازيك يا استاذ حاحا؟ يا باشا ايه طلقت وجاي عايز عروسه ولا ايه؟ المكتب ده بتاعك؟ ده شايف مكتب ده معفن، ده ابويا لقاه في صحراء الهرم منذ قرن. ويا ترى بقى معاك ترخيص مزاوله المهنه دي؟ مهنه ايه يا باشا؟ انا بوفق الرصيف في الحلال. واحنا هنوفق ايدين في الكلبش. تصدق اسم حلو قوي؟ نوفق ايدين في الكلبش. بيجامة حاحا، البيجامة التي يرتديها رجال السياسة والفن والمجتمع، إنها بيجامة القرن 21. بيجامة حاحا بيجامة الصفوة، بيجامة حاحا بيجامة لها تاريخ. إذن لدينا آراء الصيني، البضاعة المباعه لا ترد ولا تستبدل، خد فكرة واشتري بكرة. المفاجأة، العروسة بها تقنية فورجي. فورجي؟ فورجي حلوة أوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هو مفيش غير الاتنين في الفاترينة دول؟ لا لا، لدينا كثيرا في المخزن. في المخزن مليان.
بسم الله ما شاء الله. طب قول لي ايه مواصفات العروسه دي؟ العروسه الصيني دي هادئه، مطيعه، مؤدبه، تسمع الكلام، تجلس تحت قدميك حينما تنام، تغسل رجلاك بالماء والملح. هل لديك تشت المونيا في المنزل كبير؟ هو احنا عندنا غير التشوت؟ انا عندي 4 تشوت المونيا وبناكل عليها كمان. طب بعد اذنك عايز اسال شويه اسئله كده على العروسه الصينيه دي. اتفضل. هل هذه العروسه تشخر وهي نائمه؟ لا. هل ترتدي بيجامه معفنه وهي نائمه؟ لا لا لا. الواو. هل وهي نائمه بتحلم بالولد اللي اسمه مهند؟ لا لا ما عندناش الحاجات دي خالص. كده زي الفل. قولي هي بكام يعني مهرها كام؟ مهرها 2500 جنيه مصري فقط لا غير، شاملة مصروفات الشحن. طب مفيش هدية كده فوق البيعة؟ كشاف بينور، علبة لبان كده يعني؟ لديها كشاف بينور. كشاف بينور. طب بقولك انتوا فاتحين الساعة كام؟ 10 مساء. 10 مساء، حلو قوي. طب بقولك ايه؟ 1 مينت يعني ساعة وراجع لك على طول. أقول لك حاجة، مفيش عربون. عربون؟ وأنا هشتري تلاجة، إيه يا عم في إيه؟ بقول لك 1 مينت يعني ساعة وراجع لك على طول. السلام عليكم. يعني أنت محتاج الفلوس ده قوي يا بابا؟ قوي يا ابني. أصل أنا ماضي شيك على نفسي ب 2500 جنيه. والراجل اللي أنا ماضيه شيك هيروح يوديه للنيابة. طب بص. أنا هقول لك على مصلحة كده. أنا محوش 700 جنيه وأقدر أكمل لك 1000 جنيه كمان من الكافيه اللي بشتغل فيه بعد الجامعة. طب والباقي يا ابني؟ لا الباقي بقى عليك وعلى مصباحة دي على قلبها فلوس قد كده. محتاج البق دي؟ ها؟ يالا يالا ده أنا أبوك يالا. ربنا يكرمك يا ابني وأفرح بيك كده يوم جوازك إن شاء الله. سيدي هل تعرف اللغة الصيني؟ صيني ايه يا عم ما توحد الله، انا بتكلم عربي بالعافية. اذا اتي الى المنزل معك لأترجم. أترجم؟ أترجم. أترجم يعني ايه؟ ابقى انا قاعد مع الست بتاعتي وانت قاعد في النص تترجم؟ أترجم فقط. فقط؟ فقط. فقط والا شدك من ودانك. فقط. اوكي ماشي. اذا فلنمضي العقد وناتي بالمأذون. هات يا عم ان شاء الله تجيب مأذين البلد كلها انا معاك. الله اول مره انام على سرير نومه مريحه قوي. طب بعد اذنك انت هتفضل مريح كده يعني؟ انا مترجم جاي اقرب وجهات النظر. انا مش عايزك تقرب وجهات النظر، عايزك تقرب المخدات اللي بيننا. ما ينفعش الكلام ده يا عم. ولا تظرفني بوسه طيب. حالا. خاخا. تين تين. 不行，现在不可以，以后吧，以后还可以。 خاخا بتقول لك بعدين. بعدين؟ طب والله يعني بعد اذنها يعني افشت ايد، اقفش في ايديها شويه. سهل. خاخا ليتشاو. 现在不行，以后吧。告诉他以后可以考虑一下，现在不行。 خاخا بتقول لك بعدين. بعدين برضو. طب بعد اذنك والله ممكن نظرات حب عذري، نظرات عينين من غير اي حاجه خالص. خاخا تيكا وبيكا ويبا بيتزا دوي شيزا. اوكي. خاخا بتقول لك بعدين. بعدين. طب هو يعني اسألها كده، هي مكسوفة من مين؟ مكسوفة مني ولا منك؟ اسألها كده. اوكي. خاخا لو تيتيا او هي دوي شيزي او اها ها ها. وبوهايزتها不是你. خاخا هي مكسوفة منك انت. من انا؟ ومش مكسوفة من فانيلة امك انت؟ يلا بره من هنا. بره فين؟ يلا هات اطلع من بره. انا مترجم وجاي اقبض. مترجم بلا زفت مفيش فلوس. اقبض. يلا بالقبض بلا كده انت طيرتني. يلا اخلع. خاخا. تين تين. فو عليك. خاخا.
سنجلان كوخة تعالي لي يما. يعني ايه؟ بعدين بارش عاي أغلى حبيب بقول لك لا كده كفاية. مش غني؟ مش غني يا خالتي وبتعملي كده بتفرطحي؟ ها؟ وابنك متجوز عليا واحدة صينية حاحة يتجوز عليا أنا؟ هو هيلاقي زيك فين؟ في جمالك وجبال بجمتك المعفنة. طب يا خالتي يكونش يعني عمل كده زي ما بيقولوا نازلة؟ نازلة السنبال؟ لا اللي هي نزوة نزوة. نون النزوة؟ نزوة نزوة. أنا عارفة حاحة ابني كويس بالفقاكة كده، اعتبريه اشترى خلاط كاسيت يومين وهيبوظ منه ويرجع لأحضانك الدافئة. طب برضه هو عمل كده ليه؟ يعني هو السبب أنتِ أكيد. كل مصيبة منك أنتِ، ما تزعليش يا مرتاحة يا بنتي. ده شكل زوجة ده. ده البيجامة خلاص بقت حتة من جلدك. ما ينفعش. حط أحمر، حط أخضر، اتبرفني. يعني اعتبريني أختك الصغيرة وأنا القدوة، اعملي زيي. ما انا ما عنديش راجل، لكن انت عندك راجل، المفروض كده تبرقي بربرق ست انثى. انت وشريك معاكم في ايه؟ ابوك اتجوز عليا، اتجوز واحده صينيه. صينيه؟ مراكزه منه هيعمل ايه؟ ما تقلقش ابوك طفس، هيروح يجيب واحده استلس. كوتاكا الاكل يا كوتاكا. بعد شو بقى الله تقول شرع شو بقى سيو جزوم ولا دعمي تقول شرع دي شرع دي ويها شو بقى حطيه بس الوقت ايه ده رأيي دعمي بقى شرع علي هو دي ويها بيها بيون جافة يا بران تاب حالة هذا جافة. طب روح هاتي بقية الاكل. ماشي روح هاتي بقية تاني. ميو بيالا جيو دي جو ميو بيالا. يا ستي مش غرض الغرض يعني، مفيش شوية طشة ملوخية شوية رز بالشعرية هو رز بس يعني انتوا حياتكم كلها رز؟ يعني انا عايش معاكي على الرز. طب هادي ها؟ طب ليه مش معلقة؟ ليه مش معلقة بتاعتنا؟ ليه العذاب؟ ما هو ده عذاب كده. أما آخد الرزاية بالعصاية أنا بتعذب. أنا عايز معلقة. نخا؟ نخا؟ عايز آكل أنا، عايز آكل أنا. شو بقى؟ اوعى تنسى سندوتش فلافل بالبدنجان. خلاص مرتاح، سامحيني، حقك عليا، انا اسف، مش هعمل كده تاني، لا صينيه ولا فليب بنيه، حقك عليا، خلاص بقى، خلاص. لما حته حلم الحمار الحصاوي ده، يا ريتني كنت رجعت للحلم تاني. ما نرجع يا حاحة يا حاحة، انت عمرك ما كان عندك تيشيرت ولا شورت ولا ترنج. دوري كويس،
أنا كان عندي كشتيين وفانيلتين وترنجين من أيام ما كنت بلعب. الكلام جا من زمان قوي، جعفة عليه الزمن. تلاقيكي بعتهم لبتاع ربابيك يا معفنة. يعني لو بعتهم هيجيبوا كام يعني؟ دول كانوا معفنين وريحتهم طالعة، تلاقي العيد شكلتهم. لاحظي أنت كلام الجارح. سي بقى يا خوجة يكونش جا. ده بتاع جديتي الله يرحمها. أوه. طب جل عليه القطة؟ يا وليه ده قميص نومك، أنت اتجننتي؟ خلاص خلي النادي اللي أنت بتجربه يجيب لك الهجوم. يا وليه وأنا رايح أضرب النادي الأهلي؟ ده أنا هضرب ساحة شعبية في حتة غلبانة. هو أنت بتفهم في الكورة ولا بتفهم في التجريب؟ آه الله يرحم زمان أما كنت تعدي تاخديني من الملعب وتأنجزيني وتوكليني حمص الشام على الكورنيش. بس عمري لا شفت لك ماتش ولا لعب كورة خالص. آه عشان كنت مركزة في حاجة واحدة بس، وسامتي. جانا لو بحجر هجوم أبو تريكة مش هبقى محتاسة الحصة دي. أبو تريكة مين يا وليه؟ أنت بتحضري هدوم مانويل جوزيه المصري الشهير بحاحة التاني. عايز الكل يسمعني ويطرطق ودانه. إن شاء الله أنا هبدأ معاكم خطة تدريب جديدة نوفي ما اتعملتش قبل كده. وماليش دعوة بالمدرب اللي كان قبل مني. ربنا يوفقه في موضوع كشري اللي عمله ده، المشروع ده، ويخبز له فيه لقمة عيش طيبة إن شاء الله. شوفوا أنا أهم حاجة عندي في اللعيب اللياقة المعدنية بتاعته. اللعيب عندي لازم لياقته المعدنية تبقى قوية. أمال هم سموها لياقة معدنية ليه؟ عشان قوية. يعني بياكل كويس، سامع بندق، عجبني إنك بتضرب 9 سندوتشات أنت كل يوم. ياكل كويس، ينام كويس، يتمرن كويس، ساعتها هيكون لعيب جامد قوي، وبالذات إخواننا اللي بيلعبوا في خط اللي ورا ده. الدفاع، الدفاع يا بابا. الدفاع، ما انا عارف يا حمار بس ما امتحنهم. شوفوا بقى النادي اللي احنا هنلعبه نادي مهم قوي، اسمه مركز شباب السيع. العيال دول خدوا بطولات كتير قوي في الدوري، واساميهم مسجله في كل اقسام البوليس. عايزكم تاخدوا بالكم منهم قوي، وانتوا عارفين خطتنا اللي متفقين عليها، خطه حاحة. كل شيء مباح من اجل المكسب والنجاح. معقوله ماما بابا يدرب فريق كوره؟ هو بيعرف يلعب اصلا؟ ابدا يا اختي ولا عمره حصل. ايه ده، هو ما بيعرفش يا ماما؟ هو بيقول يعني كانوا زمان بيوقفوه كده في الماتشات ورا الجون، بيلم الكور زي العيال اللي بيقفوا في الماتشات، عمري ما شفته بيلعب في ماتش. ايه ده يا بلبل، اللي خطه البيانولا تقع منك على الارض. ما انا تعبت بقى يا معلم بقى. قصدك كوتش. اثبته بالمطوه يا كوتش. لا لا، خليك يا سوسته، احنا محتاجين مجهودك ده كل الماتش. ايه ده يا بلبل، خلينا نكمل المحاضره. اتفضل. شوف يا اولاد، اهم حاجه عندي قلب الدفاع، والدفاع دايما بياخد براءه. قولوا لي ليه؟ ليه؟ لانه بيدافع عن المرمى بتاعه من المهاجم اللي جاي يدخل فيه جون. صح؟ صح. ياخد براءه ولا ما ياخدش؟ ياخد. طيب، اما بقى راس الحربه، راس الحربه ده لازم يكون يا اما ببرشم يا اما بياخد حاجه. ده العادي بتاع كوتش، بس ليه بقى؟ عشان جسمه يبقى متل، ما يحسش بالضرب اللي هياكله. افهم بقى، وانتوا عارفين شعار حاحة. شعار حاحة بيقول ايه؟ كل شيء مباح من اجل المكسب والنجاح. طلع المطاوي. والناجح يرفع ايده تهنى في عدة وعيده. والناجح يرفع ايده تهنى في عدة وعيده. يلا 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 يلا. لا وايه كمان؟ بسم الله ما شاء الله، هيدرب فريق كورة في عيال بتشرب مخدرات وبتشم كله. هريح وز ده طول الليل ما نمشي. يقول لي أنا هجربهم بطريقة 8-1-8. لا 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 لا، بقول لك إيه يا مرتاحة، أنا هجربهم بطريقة 4-2-4. أه والله. لا ومعتمد على مين بقى في الماتش؟ ديني. حمامة ميسي والواد سوستشا. حمامة ميسي؟
ده لسه امبارح قفشينه في الحاره ومديين له حته علقه عشان كان بيسرق الغسيل. معنى كده ان الواد حمامه ميسي ده لو فريقه ما كسبش الماتش ممكن يخطف ابوكي؟ طبعا ويخطفك انت كمان. يخطف مين يا بتش الهبل؟ ده انا اخطفه واخطف عيلته. الميسي قال شابت ميسي. افهموا وركزوا معايا يا اخوانا، ركزوا عشان كل واحد يعرف هيلعب فين ومكانه ايه وهيلبس ايه وهياكل ايه. ماشي ماشي. بصوا المعروف ان هنا في ايه بغي يا كوتشي. بس هلا طيب هنا في ايه؟ جون. الجون صح؟ آه. لا انا هخليه هنا. ايه رايكم؟ هيبقى متقدم شويه صح؟ اه هنا ده ايه؟ بغي يا كوتشي. ما تقدر يا بلبل بقى. طيب ده ايه؟ خط النص. خط النص؟ لا انا هخليه تحت كده. ما تسكت بقى، اسكت بقى. طيب انا اسف يا كوتش. ليه بقى؟ ليه؟ تحت عشان يبقى جنب خط الاستواء. عشان درجه الحراره تبقى معتدله. منفرهد. بالظبط. طب ما حدش منكم سالني فين الجون؟ فين؟ ما عنديش جون. الله. الخطه الجديده ما فيهاش جون. دي مفاجاه. ما فيهاش حارس مرمى. حلو قوي جدا. بندق هتلعب انت في خط المكان. الدفاع؟ ورا. ما تخليش اي واحد يفر منه. هنعوزه على طول. سوستا معاك يا ريس. اي واحد يعدي منك ظروفه ما توفوش. الظرف موجوده يا ريس. وانت ايوه هتلعب في خط النص. ماشي. بس جايز السنج عشان تسنيك درجه اولى. معايا يا ريس ايه؟ ايوه كده. وانت ايوه. لا خليك انت دلوقتي، انا مش عارف اوظفك. وانت انت عارف هتلعب فين؟ لا انت هتلعب في بيتكو. طالما سرحت مني انت بره. خلاص. او يلعب في براخينه. بس طيب خلاص يا اولاد. خلاص يا اولاد. خلاص يا كوتش. جاهزين؟ جاهزين يا كوتش. يلا ربنا معاكم، انطلقوا. بقول لك ايه يا حمامه يا ميسي، انا معتمد عليك اعتماد كلي في الماتش بتاع بكره. ما تقلقش يا كوتش، انت معاك حمامه ميسي. وانت قلت لي اسمك ايه؟ عبود يا كوتش. وانت عبود؟ تحت امرك يا كوتش. حراسه المرمى دي مساله مش سهله. انا عارف ان الفريق التاني عنده عيل اسمه علاء مفرمه. الواد ده بيشوط الكوره بترشق في الشبكه عدل. ما تقلقش يا كوتش، علاء مفرمه اتقبض عليه امبارح وخد 15 يوم استمرار. عارف ليه؟ ليه؟ عشان غز المدرب بتاعه. فعل الله ولا فعلك، ابعد عني. دلوقتي يلا. اللي عايز يروح يشرب حجرين معسل ماشي، يلف سيجارتين ماشي، ياخد له حقنه ماشي، ياخد له اتنين ترامادول ماشي، يسكع ازازتين بيره ماشي، بس اهم حاجه الصحه. وهيصحوا الصبح تقوموا ايه؟ فرنش فرنش. الله يبارك لك يا كوتش. انصراف. مساء الخير يا استاذ حاحا. اهلا يا نعيم، ازيك؟ لا لا ما يصحش. اقعد بقى ما تقرفناش. منصور ان شاء الله في ماتش بكره باذن الله. ربنا يكرمك. تشرب ايه؟ سحلب بالقرفه. هات واحد سحلب بالقرفه وهات لي انا بليله مناديلي على حساب الاسطى نعيم. ما يضرش، انا من عينيا الاثنين. بقول لك ايه يا استاذ مانويل جوزيه، طلباتكم. طلبات ايه؟ الموضوع اللي انا كنت كلمت حضرتك فيه لما طلبت ايد الست والدتك في الساحه. لسه مصمم على الموضوع ده يا نعيم. ما بنامش الليل، قلبي بيدق، عينيها كريز، خدودها تفاح امريكاني، شفايفها موز جاي من جنوب افريقيا. انا بتلخبط، حتى مراتي الثالثه اللي في البيت ما انسى اقولها يا ساحه. طب خلاص أشوف أمي وأشوف طلباتها وأقول لك على طلباتي أنا كمان. المشاريب هنا لمدة سنة. من العين دي حاحة ومن العين دي ساحة. عن إذنك. عن إذنك يا أستاذ حاحة. فعلا رضا الأم والأب أهم من رضا الوالدين.
وعندك واحد شايل المعلم بساطة وصلاحه. بس يا زفت انت هتلخبط الاستاذ انور وادي ده فيلم دهب بتاع البنت الصغيره فريوز. انا اسف يا عم حاح. انتوا عيال انتوا من هنا من المنطقه؟ لا احنا من حاره عباس الاقرع. ادي الحاره اللي ورانا صح؟ لا الحاره اللي ورانا سلمان الاصلع. سلمان الاصلع عباس الاقرع كله محصل بعضه. بتعملوا ايه هنا؟ اصل احنا جايين نشتغل بعد عن المعلمه. انهي معلمه؟ معلمه بنت سلم سرحانه. وانتوا اهاليكوا فين؟ انا ابويا مطلع امي. وانا امي مطلعه ابويا. يعني ايه امك مطلعه ابوك؟ اصل امي كانت العزمه في ايديها. وانت ايه حكايتك؟ انا ابويا من السن سابنا وطفش. وانت؟ انا ابويا طفش من زمان. وانتوا بتسرقوا ليه؟ ما لقيناش حد يصرف. ولا انا والله لقيت حد يصرف عليا. هو حاحا ليه يوكل نفسه لما يجيب اطفال الشوارع ويربيهم؟ لا بصراحه يا معلم حاحا عداها العيب ان هو يعمل كده. ايوه عداها العيب، بس كان قبل ما يعديه العيب يدفع الحساب اللي عليه. السلام عليكم. السلام. ازيك يا عم انور؟ اهلا. ابويا بيقول لك هات الثمن الثلاثة كيلو لحمه اللي عليه. الله، ايه الحكايه؟ هي الدنيا طارت ولا ايه؟ أنا كنت واخدتهم عشان أعمل بيهم يعني ثواب للناس. طب ما أنت قبل ما تعمل ثواب وتعمل خير ما تدفع اللي عليك الأول. طب غور من قدام. حاضر يا معلم، حاضر يا معلم، أنا مالي يا معلم، حاضر. كلني ابن الصايعة. يا ولا من قدامك ونون ونون، ويا ولا يا مفجوع. حتى ملح ليه؟ عارفة إن عندي الضغط. يا خدش أنت على طول كده مش عاجبك شبيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاحا مين دول؟ دول اللي كانوا الاكل. يعني انت بتعرفي تغني؟ بعرف اغني. وانا كمان بعمل ساحر. ساحر؟ وانت؟ وانا احسن واحد برقص في الدنيا. وانتي؟ وانا احسن واحده بغني. وانت؟ عاش مبكر. واضح باين عليك. طب ما احنا عايزين نشوف المواهب دي بقى. شيكا بيكا وبلوتيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضو يا ويكا. شيكا بيكا شيكا بيكا وبلوتيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضو يا ويكا. شيكا بيكا انا بضحك من قلبي يا جماعة، مع اني روح مني ولاعة، الضحك ده مزيكا، كهرباء على ميكانيكا، اضحك عالشيكا بيكا. شيكا بيكا. جميلة جميلة يا حبيبتي. ما تقولي بصراحة يا بابا، انت مش عايز تجوزني بالتحاحة ليه؟ بص يا ابني، بالاخر كده انا حاسس انه وز بنته عليك حاحة ده علشان تتجوزها ونصرف عليهم. لا يا بابا، لا بالتحاحة دي كويسة، وابوها ده راجل طيب ما يعملش كده. مش عرفك انه راجل طيب؟ دخلت جوه نفسيته يعني؟ يا بنات يا بنات يا بنات، اللي مخلفش بنات مشبعش من الحنية ولا دقش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا عشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض اتهدت ولا مات الحيط عليا.
شفت بقى يابا اللي انت بتقول عليه وزز بنته علينا بيتصرف تصرفات حلوه ازاي؟ بيتصرف ازاي يعني؟ لمم شويه عيال من اطفال الشوارع عنده وملبسهم ومنظفهم ومروقهم اخر روقان. اه بيعمل خير. واهل العيال دول عارفين؟ اهالي مين يابا؟ ما لهمش اهل. ماشي يا حاح. النجدة؟ ايوه يا باشا انا اللي كلمتك قبل كده واديتكم ماسك كول. انا يا باشا فاعل خير وعايز ابلغ عن واد حرامي لمؤاخذه ونصاب بيخطف العيال. ايوه خاطف ثلاث عيال صغيرين كده وزويز في عمر الزهور بتقله يعني وبيشغلهم وبيسرحهم وبياخد عرقهم تحت تهديد السلاح. اذنك صوتك مع الفسيخ خلاني عايز ارجع هخش اريح وارجع روش. طب بص يا اخويا مين عذب بيتخلص ومين مين اللي اكله حاحه؟ دخل يريح جوه حضرة الضابط. اصل احنا واكلين فسيخ ورنجه وبصل وحضرتك عارف الحاجات دي بتخلي الواحد يبقى عايز ينام يعني بس مش اكتر. اهلا اهلا استاذ حاحه. اهلا سعادة الباشا. ازاي حضرتك وازاي المدام والاولاد بخير؟ كله بخير الحمد لله. انت اكلت الرنجه؟ اكلت البصل؟ مش حاجه بتستخبى على الحكومه. شربت الشاي يا حاحه؟ لا الشاي لسه الحقيقه. طب تعالى نشرب الشاي سوا في الاسم. لا لا هنشربه هنا. يلا اتنين شاي دبل سكر اقرع على اليمين. سكر اقرع؟ انت هتهزر؟ انت متهم بخطف اربع اطفال صغيرين وكمان بتسلحهم في الشوارع. أنا يا باشا أنا أخطف أطفال صغيرين وأسرحهم في الشوارع؟ الأطفال دول يا سعادة الباشا أطفال شوارع. بس أنا اللي جبتهم هنا وخليتهم بني آدمين واعتقدوا خلاص إن أنا أبوهم والست الطيبة دي أمهم. يا سعادة الباشا ليس الأب من يزفلت أولاده في الشارع أو يرميهم، إنما الأب هو الذي يربي أولاده ويسهر على راحتهم. سيدي القاضي. حاحا ده الضابط لسه ما وصلش قاضي. ربنا يكرمه يبقى قاضي. دعاكم معانا. شوف يا سيدي القاضي إن هذه القضية تحتاج إلى العدالة، تحتاج إلى العدل، تحتاج إلى يا سعادة الباشا أرجوك لا تحرمني من هؤلاء الأطفال، إنهم أولادي، أولادي يا سيدي. الفيلم ده شفته بتاع عامر راضي اسمه دهب من يومين على القهوة كنت مريح كده. أنا اتأثرت بكلامك يا حاح. الله يخليك يا باشا. مقدر موقفك جدا ولأول مرة بحترمك، بس أنت عارف إن أنا ضابط بوليس مهمتي إني أنفذ القانون وما خالفوش. صحيح. أنا آسف يا حاح. أنا مضطر آخد الأولاد. خدوهم. الكرام نحن الآن في برنامج من غرائب الطبيعة مع عائلة حاحة. هذه السلالة انقرضت ولم يتبقى منها غير هذه العينة، إنها عائلة حاحة. ما هو سر تمسكك بالبيجامة الكستور يا أستاذ حاحة؟ أنا بس ليا تعقيب الأول على حكاية انقرضت دي، أنا مش قرود يعني، إحنا بني آدمين برضه يعني، انقرضت
وبعدين يا ست اقول لك حكايه البيجامه دي، هو موضوع ياخد له 3 ايام شرح، بس انا هوجزه لك يعني على خصولك. جدي كبير، هاها كبير اللي هو الكبير قوي يعني، كان بقى ايام الانتخابات وانت عارفه اليوفط بتعلق والقماش وبتاع، راح واخد القماش بتاع اليوفط اللي هو ده، ما هو زمان كان اليوفط كده، وعمل اول بيجامه في التاريخ، اول بيجامه حاحويه في التاريخ، ومن هنا طلعت بيجامه حاح. صور يا سعيد. سعيد البيجامه دي بس ما تصورش بعيد البيجامه دي. بيجامة حاحا هتبقى أشهر بيجامة في العالم. واو بابا، مناديري بيقول إن في ناس أجانب عايزينك. أجانب؟ آه. وعايزين أنا؟ آه. عايزين إيه دول؟ طب تحب أنزل معاك أترجم لك ولا أنام أنا عشان عندي جامعة الصبح؟ تترجم لمين يا معفن؟ أنا محتاج مترجم. شوف أستاذ، إحنا أكبر بيوت أزياء في العالم. أهلاً وسهلاً، أنا مؤكرم، شرفتونا. احنا عايزين احتكر بجامة بتاع انت والعيلة والفاميلي كله. صدق انت راجل قليل الادب، يعني ايه تحتكر البجامة وتحتكر العيلة؟ العيلة بتاعتنا كلها جدعان. لا انت مش فاهم، مش احتكر، احتكر. يعني احنا ناخد ستايل بتاع البجامة، اللون بتاع البجامة، الشكل بتاع البجامة، وادي انت فلوس. ايوه ندي انت فلوس. ايوه بقى هو ده الكلام الحلو، بس برضه مش فاهم قوي يعني. انا فاهم حضرتك، احنا هنعمل بيجامه حاحا دي تبقى واحد مشهور كتير، وهنبيع منه وهيبقى عليه طلب جامد علشان شكله غريب ومفيش حد لابس زيه. احنا فكرنا ناخد اختراق بيجامه ده لما شفنا نجاح بنطلون الجينز لما عملوه مقطع ومخروب، فقلنا ما فيش حاجة عفن من بيجامة عيلة حاحا. عفن؟ أيوة عفن. يعني إيه معفنة يعني؟ عفن. أيوة قولي كده. وهنعمل بيها أكبر حد إنتاج بيجامة في العالم. إحنا بكرة هنعمل ديفيلي. إيه تفليت ده؟ ديفيلي ده يعني واحد عرض أزياء. أنت جيب بيجامة، جيب العيلة كله، هنعمل عرض أزياء، هيبقى فيه كاميرات وفي صحفيين وفي مجازين. في مجانين هيجوا؟ مجازين. واحد اتفقنا. داي امو اتي تشيك. دا تشيك ب 100,000 جنيه. بس مش اصرف قبل اسبوع لما يجي التحويل. 100,000 جنيه؟ يا لهوي يامه. ده احنا هنغسل بيجامات ويمكن نستحمى كمان. شيك ب 100,000 جنيه. يا نهار ما خطشتش. ايه ده ايه ده، انا مش مصدق نفسي، وريني كده يا بابا. ايوه صح، ادفعوا للسيد حاحا حاحا شكري عبد الشكور شاكر مبلغ وقدره 50,000 جنيه فقط. 50 ايه؟ 100. 100,000 جنيه فقط يا غير. اظن دلوقتي مشاكلنا كلها اتحلت. ادعوا لبجامة ابوكو وبجامة اموكو وستكو. انا اللي كنت دايما بقول له وبشجعه انه يلبس البيجامة الكاستور المخططة، ولما كان ما يلبسهاش كنت بحرق جلده بالبطاس. ربنا يخليك لنا يا بابا، استحملت كتير قوي عشاننا وعشان البيجامة تعيش. فلتح يا البيجامة، فلتح يا البيجامة. بيجامة هيا. دي بيجامة كاستور يرجع تاريخها للعصر الحجري، وتم تطويرها في القرن الثالث عشر، ولكن عائلة حاحا استطاعت أن تحمل مسيرة البيجامة الكاستور، وتم تداولها بين الأجيال المتعاقبة. دي بيجامة كاستور يرجع تاريخها إلى العصر الحجري، وتم تطويرها في القرن الثالث عشر، ولكن عائلة حاحا استطاعت أن تحمل مسيرة البيجامة الكاستور. والآن مع مصمم الأزياء حاحا الثاني. أظن بقى لما هتصرف الشيك
هتيجي على طول وتدفع الحساب اللي عليك. طبعا يا معلم، بس اصل الشيك انا ظهرته للواد سماح ابني عشان انا معيش بطاقه لا مؤاخذه، وان شاء الله اول ما يصرف الشيك بكره الصبح هجيب لك الفلوس كلها وقتي. ولو عايز ادهن لك كمان القهوه دي وشين ماشي. لا يا عم، ولا وش ولا وشين، انت تيجي تدفع الحساب اللي عليه ونبقى حبايب. ما طول عمرنا حبايب يا معلم. كده طب بالاذن بقى انا رايح اجيب شوالين الفحم. روح ان شاء الله تجيب ثلاثه حتى. وهي دي ال 300 جنيه اللي انت عايزها مع ام حاح. ابوس ايدك يا ام حاح، اول ما تصرف الشيك تردهم لي. انت حوشت العمر. دريت في ايه؟ لا انا هزودهم لك. هديك 50 ايه هيبقوا 350. اعوذ بالله يا ام حاح، انا ما بسلفش من فايز. بس يعني انت لو مصمم يعني مش هكسر لك كلمه. كده مش فايز، كده بايظ. يلا نزل للقهوه كلها مشاريب على حسابي. شكرا يا نجم. وكمان ساعه نزل لهم مشاريب على حسابي. شكرا يا وبعد ساعتين هات لهم عشا على حسابي. شكرا يا وبعد ثلاث ساعات يبقى خدهم حميهم على حسابي. شكرا يا وانا هبقى حاسبك على كل الحاجات دي. سماحه، جبت الفلوس؟ ايه يا ابني؟ جبت الفلوس ولا عملها لنا مفاجأة ولا ايه؟ سماحة طول عمره بيحب المفاجآت والخجع، فممكن دلوقتي يقول لنا ايه؟ الفلوس اهي، ضحكش عليكو، ضحكش عليكو. ايه ده؟ وفي ايه؟ يا ابني ما تتكلم، ضاعت منك الفلوس ولا اتسرقت ولا ايه؟ قول يا روح ستك، انا قلبي وقف. يا ابني هو انت بالع برشامة سكات؟ بابا الشيك ده طلع بدون رصيد والناس دي مالهمش وجود اساسا. انا شفت الاستاذ سباحة وهو طالع قلت بس اطلع باخد فلوسي. لا يا معلم اتفضل تعالى اشرب حاجة. وماله اشرب؟ ما اشربش ليه؟ ده انا حتى ملك الشرب كله. ايوه كلنا هنشرب ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير يا ام حاحه، فين بقى اللي مالي بالك؟ يا جماعه يا جماعه افتحوا التلفزيون بسرعه، في حاحه مهمه، قصدي في حاجه مهمه. ايه؟ هو ياما. ما اجيت. الكلب البيت. مو كتير بيهمني، ولا بقى يهمني ابدا. ده مسلسل العشق الممنوع. وانت لازم تاخد قرارك. شوف لابسين بيجاماتشنا. انا عمتك ما بقبل. انت شو بتقول؟ بدك مين دول؟ توم وجيري، حتى المفعيص. توم وجيري لابسين البيجامات بتاعتنا؟ يا نهار اسود، الاختراع بتاعنا اتسرق يا اما. احسنتوا يا رجاله، شويه مزيكا زي اللوز. الله يخليك، الف شكر. انتوا كلكم كده اصحاب؟ احنا قرايب. ده اخويا وده ابن خالتي وده ابن خاله امي. طب الراجل العسل البركه السكره ده؟ ده ابويا صاحب المعلم حسب الله نفسه. صاحب المعلم حسب الله نفسه. تشرب ايه يا بابا؟ اكل شاي الخمخيله. احلى كوبايه ميه ساقعه لعمك حسب الله مناديل. حاضر يا عم حاضر. انا مش حسب الله. حسب الله ده يبقى جد واحد صاحبي. جد واحد صاحبي؟ وده فين دلوقتي؟ دي غير فرعون. ده مات يجي من 80 سنة. من 80 سنة؟ طب لا مؤاخذة يا عمي، هي الشغلانة بتاعتكم دي بتكسب؟ والله ده رزق.
حسب السوق يعني. احنا بنشتغل في الافراح ماشي، في الجنازات ماشي، في الطهور. انتوا بتطهروا؟ لا بنطهر ايه حاجة؟ تفهمنيش غلط، احنا بنعمل الحفله بتاعت الطهور. يعني بتشتغلوا في الحاجات دي؟ السوق مليان، طالعه زي اللي انتوا طلعتوها دي، بتاخدوا فيها كام؟ والله ده حسب الزبون. يعني في زبون على قد حاله زي الناس اللي احنا بندفنهم دلوقتي وجبنا لهم العفش بتاعهم. اه خدناش منهم كتير، هم الناس ساكنين هنا في الحاره. خدنا منهم 200 جنيه مثلا. انما كان بتسال ليه؟ اشتغلت الضرايب؟ لا ضرايب ايه؟ اعوذ بالله. اصل انا كنت بلعب مزيكا من زمان. والله؟ اه فنان يعني؟ فنان. وكنت بتعزف على اله ايه؟ اله اللي تقطع النفس دي، مش عارف اسمها ايه. ترومبا يعني؟ دي الوقت اللي سمعنا حاجه حلوه زي ايه؟ الورطه السوداء دي. ماشي اسمع. فنان تقيل قوي. الله يخليك. بقول لك ايه؟ تيجي تشتغل معانا؟ لا اشتغل معاك. ولا انا هشتغل لوحدي. واسمع بقى الحته دي كمان. سمعك. أنا بعمل حاجة مهمة. أنا بعمل فرقة حاحا شوف. إيه حاحا شوف دي يا حاحا؟ دي فرقة روسية؟ روسية إيه ياما؟ حاحا يعني أنا، شوف يعني استعراض. فهمي بقى ياما. يعني هتعمل إيه فيها؟ هعمل كل حاجة. هعمل أفراح وطهور وأسبوع. ونلم فلوس تنزل علينا كده زي الرز وأتجوز. ايوه يا اما تتجوزي وازفك انا الفرقه تزفك. وايه تاني؟ هنشتغل في كل حاجه. فك اعمال، فك عكوسات تلاقينا برضو شغالين، فك نقديه. ايه فك نقديه دي؟ يعني ازاي يعني؟ يعني اي حد رايح شركه صرافه يفك فلوس نصرفه حتتين مزيكا كده يخلوه يحس بانتعاش. حياة امك، انا قايمه افك حصري. حصري حصري ولا سخي يوسف ياما. يبقي مين يا دنيا يا حسينة دنيا؟ بص يا حاحا، دي اخر حته في التيامز، تؤمني باي حاجه تاني؟ ربنا يكرمك يا ابويا. بص بقى يا عم حاحا، ادي 200 جنيه اهم يا عم، عايزك تشغلهم لي معاك، بس ما تعملش ده كل ميه. عيب يا بولو، انت هيبقى ليك نسبه في كل توصيله، بالاضافه لان توك توكك ده هيبقى هو اللي بيوصل الفرقه كل يوم. قشطة يابا. طب انا هسيبك دلوقتي عشان عندي وجدية. سلام يا حاحا. الله الله الله، ايه الحكايه يا حاحا؟ الله، انت هتعمل فرقه ولا ايه؟ فرقه يا معلم انور؟ انا بعمل حاجه اسمها حاحا شو. لغايه دلوقتي اتعاقدت على 6 افراح وتلت جنازات واتنين طهور واتنين عفش. حاجة حلوة قوي بصراحة. بقول لك ايه بقى؟ ما دام الحكاية كده ما تجيب الفلوس اللي عليك. تصدق انك راجل نايس. اللي يقول كده يبقى طمعان في اللقمة اللي في ايديا. وانا عشان بطلب حقي ابقى نايس؟ ما هو كلامنا ملوش غير معنى واحد يا معلم انور. انك طمعان فيا. بعد اذنك بقى. خد بالك من الالات دي عبال ما بطلعها فوق. كمان. ده حاجة تقرف. ايه الحكاية دي؟
وانا عشان بطلب حاجه بقى طمعان فيك اكلني ابن الصيعه. الطبق ده ينفع اقلي لك في بيت طمبرارارم. بس يا مرة مسلوقه دلوقتي. برافو عليكم، انتوا كويس، شغالين كويس. عايزين دلوقتي نشتغل بالشكل الجديد، التكنولوجي بتاع المزيكا، النوته. في تطور في المزيكا دلوقتي، في تدهور. كل واحد فيكم حوزع عليه نوته للافراح ونوته للجنازات. فاكرين الجنازات؟ ادوني كده. بص يا حاح، انا عارف انك عندك عزا النهارده بالليل. ودي فيها ايه دي؟ يعني المرحوم في بيني وبيننا مشاكل، يعني فيد واستفيد. مش فاهم. يعني تاخد قرشين وتبوظ الجنازه. انا عمري ما بوظت جنازات، انا طول عمري ببوظ سهور، ابوظ فرح، انما جنازه دي جديده عليا. مفيش حاجه جديده عليك يا عم حاح. طب بص، تاهت والاناء. قول يا عم حاح. انا في الجنازه هشغل لك حتة مزيكا فرايحي، هتخلي كل الناس اللي بيعزوا اللي ماشيين ورا الميت هاتك يا رأس وهاتك يا هنج ورنج. بس قول لي ايه أخبار الألمونيا؟ ألمونيا ايه؟ هتستقبل؟ الألمونيا يعني الفلوس، وأنا مش هبوظ الجنازة. اشتري كلب. اشتري كلب؟ ده كلب؟ دي كلب. حقيقي ولا لعبة؟ حقيقي اهو. كلبة ست يعني؟ كلبة دي شكلها تعبان يعني. لا دي واكلة وزي الفل ومستحمية يعني. عطشانة يمكن؟ لا تمام. وانت الكلبة دي بتاعتك؟ دي غالية. دي بتاعتي. والله؟ مع انك معفن، ازاي بقى عندك كلبة كده؟ ماشي، ما هي مستحمية. بكام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه وانا هشتري شاكيرة. طب خد، طب الكلام اخده وعطى. خد. عايز تدفع كام؟ هات اخرك. هات 500 جنيه. سلام عليكم. طب خد، طب الكلام اخده وعطى. خد. اخرب بيتك. عايز تدفع كام؟
اديك اللي معايا. هات اللي معايا. اخر فلوس معايا. وريني معاك كام. عشان انا حبيتها واستريحت لها. وريني معاك كام. 10 جنيه يا عم. حلوين. بس بقول لك ايه؟ اي حد يقول لك اي حاجه قول له لقيتها. لقيتها؟ اه. ما قلتش ان انا اشتريتها منك يعني. لا لقيتها. ماشي حبيبنا. صباح الفل. سلام عليك. تعس. يلا. اشتري كلب. يا عم انا ناقصك. ها عملت ايه؟ كام؟ 10 جنيه. ابعت 5. يلا بينا. مبروك مجالك يا حاحة، يتشرب في عزك ولا تكونش ناوي تضحي بيه في العيد الكبير وتشبحه. حقا يا مرتاحة، هيبقى طعم مع الملوخية، ألزم الملوخية بالأرانب. انتوا بقيتوا عسل بصراحة بشكل كبير يعني. ده انتوا مش فاهمين حاجة خالص ولا تطاقوا. يلا تعالى يا حبيبتي تعالى. خشي معايا يا حبيبتو. يا عيني عليكي يا مرتاحه، ما بقاش ليكي لازمه. بقول لكم ايه؟ يكونش بابا جايبه يدربه عشان يبقى حاوي او يشتغل بيه في السيرك مثلا. تصدقي ممكن. هاري اب. شفتوا؟ مش قلت لكم؟ اهو السيرك ابتدى. سعادة الباشا، انا جاي علشان ابلغ عن حرامي بيسرق كلاب. كلاب ازاي يا عم بدر؟ ايوه يا باشا كلاب. شفت انا النهارده سارق كلبه وحاططها في شوال وعمال يدور على بتاع ملوخيه. ملوخيه ليه يا عم بدر؟ عشان يعمل الكلبه بالملوخيه. ملوخيه بالكلاب. ملوخيه بالكلاب. ايوه يا باشا. انا هريحك يا عم بدوي. ربنا يريح قلبك. انا ما اقدرش اتصرف في اي حاجه غير لما يجي لي بلاغ بسرقه كلبه. اه. وما جاليش بلاغ. اه. طب يعني اعمل ايه يا باشا؟ انا اللي اعمل ايه دلوقتي؟ طب ماشي، هجيب لك بلاغ بكلبه. هجيب لك بلاغ بكلبه. حاضر. لا مؤاخذة. نعم. نوعها ايه الكلبة دي عشان ابقى عارف؟ روح يا عم بدر وما تعصبنيش يا عم بدر، روح تكل على الله. حاحة الناحة كوناحة. بطلوا بقى اللطافة والزرافة وتعالوا شوفوا لي اسمها مكتوب على الطوق بتاعها اهو. أنا شفته من شوية تقريبا كده، اسمها سويتي. سويتي ايه؟ عفاريتي؟ عفاريتي هي يا بابا، اسمها سويتي. سويتي. آه سويتي يعني أجنبية دي. امال فاكرها كلب بلدي يعني ولا ايه؟ اه مالك كلاب البلدي، تعال طلعها فوق. مالك كلاب البلدي؟ كلاب البلدي ما هي زي الفل، ماليه الشوارع وعماله تاكل وتشرب. بقول لك يا مرتاح، عشان دي بس نوعيه خاصه، يا ريت تحضري لها شويه ميه ولقمه بسيطه كده تتقود بيها. اجري انا على خدمتك انت وامك وعيالك عشان اخدي كلبه. ايه خدمتك انت وامك؟ توضحي، اعتبريها عيل من عيالك. يا ما جاب الغراب لامه، يا اخويا خش عليا بخروف. ما عزاه ارنبه ان شاء الله فرخه نبر بيها عضمنا. ياما انتوا ما تعرفوش حاجه اسمها حقوق الحيوان؟ ابدا ما تعرفوهاش. اعتبرنا حيوانات وارفق بينا احنا. الكلبه دي تطلع بره، ما زوق الا تكبر في دماغي وهو مسلوقه واكلها. ما تنسيش منابي يا تتا. كتشكنيلا تشوستشك. انت جاي في اي حاجه؟ كلب فار تاكل وخلاص؟ لعلمكم اللي هيجي جنب سويدي دي انا هخسره. انا حاسس ان الكلبه دي هتبقى وش الخير عليا، حبيتها من اول نظره. عيني عليكي يا مرتاحه، يا ما سمعك الاستيوانات دي. مرتاحه أنا حبيتك من أول نظرة. مرتاحة أنا حاسس إن أنت هتبقي وش الخير عليا. يا عيني عليكي يا مرتاحة. يا حبيبتي أنت كنت الكلبة الأولى، دي الكلبة التانية. أوبا يا عسل أنت، يا حلو يا جميل. ما تيجي سوا على الكورنيش. أنت يا حلو، أنت يا أبيض. إيه ده؟ أنت ما عندكش إخوات بنات؟ مش أنت، أنا بعكس الكلبة القمر دي. يلا يا منحرفة، يلا قدامي مرك على حاحة. حتى الكلب جايبه انتايا، كنتوا جيبوا دكر. الو، اوعى الظابط. ايه؟ مال صوتي؟ لا مؤاخذة انا بغيره عشان ما حدش يعرفني. انا عايز ابلغ عن واحد حرامي سرق كلبتي. لا مؤاخذة. هو طويل كده واسمراني وله شنب، اسمه حاحة يا باشا. شرفني باسمه. ايه ده حاحة يا باشا؟ زعيم عصابة كبيرة قوي، زعيم عصابة حاحة. حاحة الكبرى. اجل باسم.
لازم اجي يعني واعمل البلاغ بنفسي؟ طب يا باشا ممكن لا مؤاخذه يعني تديني عنوان الاسم ولا اقول لحضرتك ابعت لي بوكس دليفري؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ مهرجان القراءة للجميع ولا ايه؟ ابو ادم اسمعوا شوية شاي حلوين كده في الخمسين أو حجر معسل. طب الحساب. واد يا سماحة، سماحة، مصباحة، بنت مصباحة، تعالوا. ايه يا بابا؟ بصوا أوام. خير في ايه؟ مش دي صورة الكلبة السويدي بتاعتنا؟ هي. طب مكتوب ايه تحتيها؟ قولي لي أوام اقري. 20,000 جنيه مكافأة لمن يعثر عليها. مبروك عليك ال20,000 يا أبو سماحة. يا حبيبتي يا سويدي، طول عمري أقول إنك وش السعد عليا. والله حبيتك من اول نظره. اختي برضو مرتاحه تحلى ولو كانت واحلى. وبعدين هي جابت لك 20,000، انا جبت لك 3 عيال زي الفل وضغط وسكر. انت نسيت الشلل الرعاش؟ مبسوطة قوي معانا والله. يا حبيبتي كلت احسن اكل. طب شربت ميه معدنيه والله من الكشك اللي جنبنا. واستحمت؟ استحمت بشامبو ايه؟ مش عارف، انا اشك في دي لان انا نفسي ما بستحماش. حبيبتي 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 يا روحي. وحشتك حضرتك صح؟ أوي. طب بالنسبة للمكافأة؟ طب بص حضرتك، أنا هاخد سويتي حبيبتي. أوكي. أكلها وأدلعها وألعبها وأحميها. أوكي بس المكافأة. أوكي في مكافأة. أوكي هبعت لك الفلوس، هبعتها لك. أوكي المكافأة. أوكي حبيبتي يا رب. فين تيان؟ شي جونجوا؟ دي دونجوا؟ مش عايز دونجوا، عايز فلوس. فلوس؟ اسمها دونجوا؟ دونجوا. يا ستي متشكرين قوي، الف شكر. متشكرين. موبايل؟ في تليفون؟ موبايل؟ انا بتاعي؟ زيرو 100 055 61 81 89 9. اوكي؟ تمام؟ بونج بونج زيس؟ يانج يونغ. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. الو يا مدام، خير في حاجه؟ هتزودي المكافاه؟ ربنا يكرمك يا سيد الكل. إله يا رب يدع لي كل يوم كلب واجيبه لك ان شاء الله. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا يا فندم، انا جيت اهو معايا المكافاه دي. فين بقى المكافاه الثانيه؟ لا ما انت اديني بقى المكافاه دي عشان اديك المكافاه الاكبر. شكلك عايزه تديها لي بالدولارات. صح. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. اتفضل بره. يعني ايه ليه طيب؟ اولا الكلبه الجريفون الكلاسي الشيك بقت كلبه بلدي. لا حول ولا قوة. الكلبة مش طايقة، سويتي حبيبتي مش طايقة إنها تاكل الأكل المستورد اللي أنا جايباه لها من بره. لا إله إلا الله. وثالثا الكلبة بقى بتعمل بيبي في كل حتة في البيت. الله يقرفها. دي بقت عاملة زي كلاب الشوارع، حاجة مقرفة. لا إله إلا الله. ورابعا بقى وده الأهم. أيوة يا فندم. سويتي حامل.
والله العظيم ما جيت جنبها. بجد انا يا بلبل الناس دول هيقفشوني من ايه؟ ايوه يا حاحه، بس هيتخصم منهم 10% عموله الاي جي سي. طيب وهم هيجوا امتى؟ من نجمه تاع الممثلين عندك. طيب معلش انا هسال كتير عشان مبسوط يعني. ماشي. هم اختاروا شقتي ليه؟ اصلهم هيصوروا في الحايه، والمنتج بدل ما ياجر كيفان قال لي نقي لي اوسخ شقه في الحايه عشان شعرها يبقى حنين. لاحظ ان كلامك جارح. ويعني ايه يعني ايه كرفان ده يا بلبل؟ الكيفان ده يا سيدي عباره عن شقه متحركه بتجيرها عربيه. اه زي الفيلم بتاع كايكون في الشايع. لا يا حاحة، التاني كان بيجيرها حمار، دي بيجيرها عربيه عشان الممثلين المشهورين يغيروا هدومهم. طيب وهم هيصوروا في الحاره ايه؟ ايش عيفني يا حاحة، هم قالوا لي هنصور في الحايه وتشوف لنا شقه وسخه اوسخ شقه في الحايه عشان الممثلين يغيروا هدومهم ويعملوا مونتاج في وشهم. خلاص بقى كرهتني في شقتي. كل شويه شقه وسخه، كل شويه شقه وسخه. خلص بقى يا حاحة بقى. معقولة يا أمّا؟ عايزين ننزل في نصاص الليالي، أجيب لك صبغة شعر. ماليش دعوة، ماليش دعوة، عايزة صبغة شعر. طب قولي لي بس عايزاها ليه؟ بكرة بتوع التمثيل جايين يا حاحة، وأنا يعني عايزاها عشان أصبغ شعري الأبيض. ما ينفعش أقابلهم بالباروكة، دي بقت خشنة، أخشى من الليفة نفسها. وعايزة أبان يعني حلوة قدامهم. افرض مثلا المخرج اعجب بيا، هيديني دور واحده عندها 17 سنه، لكن لو شاف شعري الابيض ده العره هيديني دور واحده في سني عندها 30. 30؟ يا اما ده انا ابنك وعنده 40 سنه. اخرس، انا مش راضي عليك. لا يا اما، لا يا اما بلاش، والنبي رضا الأب والأم أهم من رضا الوالدين. بالذمة دي حواري باريس دي؟ هي محتاجة وحنطلع. على رأيك. أكشن! بحبك 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 ومش قادر أوصف لك حبي قد إيه، مش قادر. حسن أنا كمان بحبك أوي أوي يا حسن، بس بصراحة مش قادرة أنسى خيانتك ليا. أنا بحب الأوفر، عايزك أوفر، عايز إحساس. نعم يا استاذ. حاضر. احساس اوفر، بحب الاوفر يا اخي. باين. ايه ده؟ كوافير؟ ايوه يا استاذ. مشط، مرايه، مقص، امسك. عمر. انت خنتني وعرفت ان انت خنتني مع هبة ومديحة وجمالات. جمالات مين؟ هعرفك عليها النهارده. يا ريت بسرعة. تعبتني يا اخي، حرام عليك يا اخي، انا بحب الاوفر يا اخي. اتفضل حضرتك. اهو اهو. يلا يلا. بحبك بحبك بحبك. أنا كمان بحبك قوي يا حسن، بس مش قادرة أنسى خيانتك ليا البشعة. مساء الخير. مين الحمار اللي دخل ده؟ اتكلم بقى. أيوة أنت اللي لابس أصفر، يا اللي بيقلع أبو نضارة. ده قصدنا أنا بقى. يا أهلا يا أهلا، اتفضلي يا ست الكل. نويك يا ست الكل، نوي نوي حينا. واو، ايه شقة دي؟ أنا مبسوطة أوي، مش قادرة أصدق عليا. ميرسي إن أنت جبتني هنا. أي خدمة، أي خدمة. لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ إيه الكراسي دي؟ ليه عاملة كده؟ دي كراسي من عظم الميتين. عظم أبويا وجدادي وبتعلم من أوعى منها كراسي. انت اشباح، انت جايب منها ازاي؟ لا دي شقه حلوه. لا بس حلوه قوي، تحفه بجد. سؤال تاني معلش، دي ايه دي؟ ده الميكروويف بتاعنا، بنعمل فيه بطاطس وكفته وبتاع. واو واو، تحفه بجد، مش قادره اصدق عليا قد ايه جميل، حلو قوي. انت عارفه الكرسي اللي قاعده عليه ده؟ اها. ده القفص الصدري بتاع ابويا. الحقني. لا يا ما تخافيش، ما تخافيش. عادي يعني؟ اه عادي، عادي جدا. طيب المخرج كان بيدور على حاجه زي كده. اها. ممكن تديني التليفون بتاعك اكلمه؟ حاضر حاضر.
يا ما تتشليش. مجد مجد. حاضر. مجد. ماشي. ممكن اخد ده معايا تذكار؟ ايوه ده ب 15 قرش. حلوه قوي. تحط في الزرع في البيت. في ايه؟ فايبيشن يا هوي. خدي. الو، ايوه يا استاذ، انا لقيت الشقه المعفنه الحقيره اللي انت بتدور عليها والله. ايه ده؟ لاحظي ان كلامك جارح، وبعدين هات الهديه دي مش تاخديها. معلش خليها. ده سماح ابني مرجع فيها الصوت. اكبر عبقري في المكان. مكان الزبالة دي، شيل الزبالة دي، غيرها. قصدك الانتريه؟ انتريه؟ ده انتبيوتك يا اخي. هو الراجل ده متقنعر كده ليه يا عم؟ ده الاستاذ الامام حسن ما كانش متقنعر كده. يا حاح الله يخيب بيتك، ده المخرج. يا عم مخرج يتكلم بادب. يتكلم بادب. ده الاستاذ الفقار عز الدين عمره ما كلم حد بقلة ادب. خد ده. مين النكره ده؟ نقية ايه؟ ده ها صاحب الشقة. شقة؟ ايوه ده كشك بالشقة. تعالى. نعم. لو متضايق نغيره. في مخرج حلو قوي اسمه لبيب رائد، نروح نجيبه على طول. يا خيابي لبيب يائد؟ لبيب يائد غالي قوي. يا عم هيعمل معانا واجب ما تقلقش. يا سلام. هتغير المخرج كمان. بص عدوك ابن كارك كبيرك قالته. نعم. غير شقتي. غير الشقة ايه؟ الشقة دي احنا جايبينها ببلاش. ببلاش؟ ايوه. حلوة جميلة. فين النجمة بتاعتنا؟ بيتغير يدوبها يا عبقري. حاح الناحة كوالناحة. ايوه يا استاذ انا جاهزة اهو، يلا نصور. تمام. يلا يا حاح. عشان تمثل. ايه؟ مفيش غيره ده. يا استاذ ده احنا جايبينه ببلاش. جميل. حلو. ايوه تمام. بص يا استاذه. ايوه. خش عليا. انت هتبصي للصوره دي بكل قوه. اوفر على الصوره. وتقولي لي الكلام اللي في السيناريو. انت كل كلمه تقول ليكي حق. ليكي حق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكي حق. ليكي حق. كده كان جاهزين؟ أكشن. يا معفن يا حيوان. ليكي حق. يا أوسخ إنسان. ليكي حق. ستوب. مين اللي حاسب أمي؟ دم يا عم، مالك في إيه؟ أمك. نعم يا أم. اخس عليك، عمال تشتم في ابوك وانت واقف، وكمان تقول لها ليكي حق. ده ابوك يا موكوس، يا ابن الموكوسه. ماشي صح، ليكي حق يا امه، انا هتصرف. بقول لك ايه بس يا اختي، عشان امي ما تزعلش، انت تبصي للصوره وتقولي له بحبك يا عم ابو حاح. ايه الكلام ده؟ حرام عليك يا اخي، انت هتخلق. وايه يعني؟ هي كيميا يعني نخرج؟ اشتمي وقول يا معفن يا حيوان يا عوسك انسان. لا بقى انا ما حدش يشتم ابويا خالص. حاحا ده تمثيل يا حبيبي. حتى لو تمثيل ابويا ما يشتمش. يا ابني ده انت هتبقى نجم، ده انت هتغلب كريم عبد العزيز. لا يا عم، لا كريم ولا ابراهيم، مش عايز. استاذ سوري، عايزه الكوافير. كوافير يا ابني. أنا جاهزة. جاهزة؟ حرام عليك، بدو فلوس ناس. بقول لك إيه، أنا عايز الجدع ده. إيه؟ عايز الجدع ده. ليه؟ إشمعنى إيه أنا لقيته؟ يعمل لي هنا كده. طب أنت بقيت تكدب يا أخويا. يلا تعالى. خش يا أخويا خش. بس كتر خيرك. ايوه يا سلام. ايوه وقف يا ابني التصوير. في ايه تاني؟
في ايه يا سعادة الباشا؟ في ايه يا سعادة الباشا؟ انت يجي من وراك خير يا صحاحة؟ هو في ايه بس يا سعادة الباشا؟ لا مؤاخذة انا نسيت اعرفكم. الست نرمين ماهر النجمة المعروفة. اوه الظابط اللي بيجي يقبض عليا في كل حلقة. اهلا 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 استاذة نرمين. اهلا ازيك؟ شوفي اتحول ازاي؟ انا متابع جيد لكل اعمالك. اخيرها جبل الحلال. برافو جدا. كنت اجيب زمايلي نقعد نفطر على مشقتك. والله انا عملته مع النجم محمود عبد العزيز. اوه طبعا. طبعا انت عارف انا جاي لك ليه يا صحاحه؟ والله ما عارف حاجه يا بيه. مش عارف حاجه؟ انت متهم بسرقه تيار كهربي. تيار كهربي ايه؟ انا مش انا بتوع التصوير هم اللي بيسرقوا التيار الكهربي. لا يا باشا، الوصله جايه من عمود الشارع لحد شقتك، يبقى انت اللي سارق التيار الكهربي. بص يا باشا، انا اتعودت خلاص انك كل حلقه تيجي تاخدني. يلا بينا. يلا حصلت. ثانك يو. مع السلامه يا ابو عادل. بكره. حاضر. ايه مخرج يا مخ ينفع اعمل ايه شباب المراقب؟ ايه ينفع تمثلي عجوز امراه موت امراه؟ الو مستشفى المجانين، في اتنين هربوا من عندك. العنوان، العنوان لو سمحتي. شقه حاها الدور الثاني. شقه حاها الدور الثاني. الو ايوه يا زمن، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ها فتحت القناه؟ قناة فضائية؟ يا راجل وبتذيع فين دي؟ عالنت؟ طب يا زومل ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك يا حبيبي. سلام. يلا سلام 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 سلام. 40 سلام 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 سلام. ما خلاص. إيه موضوع القناة الفضائية دي؟ قناة فضائية كده أصحابي عاملينها جديدة عالنت. بتكسب إزاي يعني القناة دي؟ بتكسب عن طريق الإعلانات. الإعلانات؟ صحيح، في ناس كتير بتحب الشهرة ويطلعوا في التلفزيون وكده. طب احنا لو عملنا موضوع القناة الفضائية ده نكسب منها كتير؟ نكسب منها كتير. طب ولا مؤاخذة مفيش كاميرات، هنصور ازاي؟ أنا لسه قابض بقى، اشتريت موبايل جديد هنصورها بيه. شكلك سرقه يا حرامي يا ابن الكلب. يلا يا بابا جاهز؟ 3 2 1 أكشن. سيداتي أنساتي أعزائي السادة المشاهدين، أهلا بكم في قناة حاحة الفضائية. خش علينا شوية. خش الأول أحب أديكم فكرة على القناة دي بتعمل إيه. القناة دي بصلاة على النبي بتخش في كل حاجة. مطبخ ماشي، طبيخ ماشي، غسيل ماشي، شوكتو في السياسة ماشي، ملاعب ورياضة ماشي، كله ماشي عندنا بصلاة على النبي. بنقدم لك حاجات حلوه قوي هتعجبك. اوعى تروح اي حته انت مع قناه حاحه الفضائيه التي ستصل باذن الله الى العالميه وتبقى قناه حاحه العالميه. كات. هايل يا بابا، ايه الحلاوه دي؟ ده انت ولا اسمه ايه ده في زمانه. بس يا ابني اسمه ايه ده ايه؟ قولوا لي عملتوا ايه في الاعلانات؟ المعلم بدوي معانا يا ريس. قطيعه المعلم بدوي. ومعانا كمان عم نعيم الحلاق، وعم زين اللي انا شغاله عنده في محل الموبايلات، ومعانا الدكتور تربه صاحب الاجزخانه، وام حنان بتاعه الفجل. وهتدفعي ام حنان بتاعه الفجل ايه؟ تدفعي كل يوم هتدينا حزمتين فجل. وده ينفع الكلام ده؟ طب وبالنسبه للزفت نعيم وزين؟ بص يا ريس، احنا اتفقنا معاهم على النص دقيقه بمياه زي ما انت امرت. النص دقيقه بمياه. ماشي. طب وجهزتوا كام اعلان؟ كله تمام ما تقلقش، خلصنا ثلاثه وفاضل لنا اثنين بس. حلو قوي. طب يلا خش على امك مرتاحه، قولي لها ده ميعاد مطبخ حاحه، احنا هنطلع على الهوا دلوقتي. يلا ما تودينيش في ده يا اولاد الكلب. يلا اصدقائي النسوان، حبايبي الرجال، اطفائيتي الاطفال، النهارده جه ميعادكم مع مطبخ حاحه. والمطبخ بتاعنا النهارده سهل وجميل، مش زي بقيه المطابخ التانيه اللي الشيف من جول يطلع يطلب كده حاجات غريبه وحاجات معقده. اعوذ بالله، انا طلباتي سهله وجميله واكلتنا طعمه. اكلتنا النهارده الملوخيه المقادير، حزمه ملوخيه لو عايزه تشكليها خضره، عايزه تشكليها ناشفه كوبايه ولا كوبايتين.
بالنسبة للتوابل ملح وكمون وكزبرة، الحاجات اللي في البيت يعني. التوم بقى لو ما عندكيش راس توم، مدي ايدك في بلكونة جارتك جنب الماسوره بتاعت المجاري، هتلاقيها معلقه توم. مدي ايدك خدي راس توم وقشري. عارفين التوم ده ليه؟ عشان اهم حاجه في الاكله الا وهي الطشه، واهم حاجه في الملوخيه الشهقه. معايا؟ دول يا مصباح، انت عارف الشعر؟ الشعر الواحد واخد مني 13 جنيه. 13 جنيه على القصيده دي؟ انا نعيم الحلاق حلاق حلاق، واضربونا اخلاق اخلاق اخلاق. انا نعيم الحلاق حلاق حلاق، واضربونا اخلاق اخلاق اخلاق. وعليا قصه حدوته قصه، وعليا قصه حدوته قصه، بحلق كابوريا ودماغي شعر ودقن وجن خطير فيه فيه فيه. انا نعيم الحلاق حلاق حلاق نعيما. وانا حاح فين الاعلان بتاعي؟ لو صبر القاتل على المقتول كان عمل معاه حاجات كويسه يعني. اديني جيت لك بنفسي اهو. اتفضل يا عم، ادي اغنيتك سمعها لنا. ده موبايلي ده. يلا ده موبايل وده. شوف نوع الموبايل ده اللي شاغل عقلي ده، شوف نوع الموبايل ده اللي شاغل عقلي ده. ايه النوع العالي ده اللي يرن لوحده ده؟ ده موبايلي ده. مع موبايل زين هتوفي الدين مرتين. انا نعيم الحلاق حلاق حلاق، نعيم الحلاق حلاق حلاق. هات يا اخي، انت ايه اللي دخلك اعلاني؟ يا عم انتوا داخلين الاعلانات حصل، انا متفق معاه كل القنوات. خد دي، انا نعيم الحلاق حلاق حلاق. حا حناحه كوناحه. والان اقدم لكم ملكة الترامادول، سيدة المعس الاولى. تقدم لكم الان برنامج اسرار الجمال والبجاحة مع الست ام حاحة. اتفضلي. ايها سيداتي انساتي، ازيك يا اختي انت وهي من قناه حاحة الفضائيه؟ برحب بيكوا جدا جدا، وهقدم لكم الحلقه هي الثالثه ولا الرابعه؟ الرابعه باين، من الصحه والشباب والجمال. وعايزاكوا تركزوا قوي 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 معايا في حته الجمال. بصوا عليا كده هتلاقوا الجمال كله والحسن كله. هي الورا فين؟ ولا هي اتقلبت؟ الورا فين؟ انا اسف ان انا قدمت لكم الحلقه القذره دي، نتقابل في حلقه تانية ان شاء الله. حاحة الناحة كوناحة. يلا يا عم قول الاعلان بتاعك وخلصنا. يلا. انت اسمك ايه؟ بدوي. بدوي الجزار. يلا الاعلان. لحمة بدوي دي لحمة بقري وكندوز وضاني، احنا ملوك اللحمة متربيين على الغالي. بفتك ومشوي لحمة، وكمان حواوشي لحمة. بفتك ومحشي لحمة، وكمان حواوشي لحمة. لحمة بدوي دي لحمة. لحمة بدوي، لحمة كلاب. انا نعيم الحلاق حلاق حلاق، نعيم الحلاق حلاق حلاق. ايه ده ايه ده، ايه اللي جابك هنا؟ يلا هات من هنا. والان مع احدى علاقات الشوك توز السريعه كده مع الست مرتاحه. ست مرتاحه، ايه رايك في اللي بيحصل في البلد؟ البلد حالها زفت والحمد لله. البلد جميله وعسل وسكر كده. ايه ده اللي جميله وعسل وسكر؟ يا وليه بصي للحارة وانت تعرفي. لا انا بصة قدامي وشايفة حاجات كده ما تتشافش.
ده الناس بتقطع بعض عشان الجنيه مرتاح. لا مش واخدش بالك، دول عاملين مسابقه مين ياخد الجنيه الاول. مسابقه ايه ده بالسنج والمطاوي؟ ايوه بس في برضو طبنجه في جنبهم. جت ايه يا وليه خرفانه؟ جريها سحاحه، انا ما اوريش شغلانه غيرك ولا ايه؟ انا سعاده الباشا. تحت امرك. تحت امري؟ انت يجي من وراك خير؟ انت فتح لي قناه فضائيه بدون ترخيص وكمان بتهاجمني الحكومه. لا انا هاجم الحكومه؟ لا لا يا اما لا يا مرتاح، الحكومه دي فوق راسي من فوق. احنا اللي شعب مش عارف يتحكم يا باشا، احنا اللي انا مرضى، انما الحكومه دي هنا. اقول لك على حاجه يا باشا، الحكومه هي اللي جايبه لنا البيجامات دي. يلا حاح على الاسم. يلا يلا حاح. تعالى حاح. يلا بينا. تعالى حاح. باي باي يا حاح. باي باي. والان مع فيلم السهره ليله القبض على حاح. ييها.